باهي يلا نبداو. باهي نومبر كومبلكس هو بالنسبه للجماعه اللي ما قراتش مثلا في التروازيام اني وما تعرف عليه حتى شيء، باش نبداها هكاك يا جماعه، اللي فاهم الكومبلكس مليح يحاول يخرج من هنا خاطر باش يضيع وقته. انا باش نبداه من الاول بكل، يحاول يمشي يخدم حاجه اخرى اخي. باهي دونك هو نومبر كومبلكس علاش تخلق في الدنيا، علاش صنعوه معناتها علاش صنعوه نومبر كومبلكس؟ احنا قبل كي نقراو ايكواسيون سكوند ديغري مثلا، نعطيكم اكزامبل اكس كاري plus x plus 1 est égal à 0. باهي يلا كيفاش نعمل ريزوليسيون تاع ليكواسيون هذا؟ باهي نعمل دلتا كيكا ولا ترى خلينا نحسب دلتا هذا. شي مش تجينا شنو الفورمول تاع دلتا هي بي او كاري موان 4 اسي. كي نحسبها تعطيني 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 1 دونك تعطينا في الاخر موان 3 نيجاتيف. هذا كي نعملوا اس دون ار قبل شنو نقولوا عليها، نقولوا لو فيد هكا ولا خاطر ما عندناش دي سوليسيون كتبدا دلتا نيجاتيف. جاو معناتها العلماء نتاع المات قالوا واش معناتها يبداو تبدا ما عندناش سوليسيون، نحبوا ديما فما دي سوليسيون. شنو يعملوا؟ مشاو خلقوا الكومبلكس هذا، خلقوا الانسومبل سي اللي هو اكبر انسومبل، اكبر حتى من الاير. باهي شنو فيه هذا الانسومبل هذا؟ فيه معناتها لي نومبر ايماجينير. اش معناه لي ايماجينير؟ اللي هما اللي هي معناتها اكثر وحده معروفه هي الاي كيكا ولا خاطر فما دو زي تخوا زي فما الملتيبل يعني. فما الاي، الاي هذه شنو القاعده نتاعها؟ هي اي او كاري كي نعمل لها الكاري نتاعها تعطيني موان 1، وهذا اهم قاعده في الكومبلكس. هذه اهم قاعده في الكومبلكس نتاعنا. باهي كي وليت سوا عندي شي تو حاجه او كاري تجينا نيجاتيف، دونك نجم كل موان 3 هذيك او نعاود نكتبها دلتا جاتني موان 3 ولا انا ديما نحب نكتب حاجه او كاري باش نلقى دي سوليسيون، لازم ديما نكتب حاجه او كاري. شكون يقول لي الموان 3 شنو نكتب هذه حاجه او كاري؟ ترى فما شكون يكتب لي ميساج تقول لي شنو هي تطلع حاجه وكاري؟ تخوازي وكاري. باه اوزر نقص شوي، باه اوزر يا جماعه، هي الموان هذيك هي تولي اي، ما خاطر الاي وكاري تعطيني الموان، و 3 هي غاسين دو 3 يعني غاسين دو 3 اي لو تو كاري. مفهوم يا جماعة؟ دونك نحنا بالكومبلكس هذايا بالإي هذيكا ورينا نجمو نكتبو دلتا حاجة وكاغي، بعد ما نلقاو وقتها نلقاو لي سوليسيون تاعنا سافا. دونك مفهوم من الكومبلكس علاش موجود أصلا؟ موجود على الحكاية هذايا، ومن بعد تعمقوا فيه هما العلماء، من بعد تعمقوا فيه وقويو فيه ولات فيه برشا حاجات أخرين. واضح الأولاد؟ باهي خلينا نفسخ هذايا ونبدا في الكور. أنا توا فسرتلكم علاش مجعول الكومبلكس من أصل. باهي قلنا نبداو بالحاجه بالحاجه، قلنا اهم حاجه في اهم قاعده في نومبر كومبلكس هي اي او كاري ايتيغال ا موان 1. باهي ترى شكون يقول لي كلام مثلا اي على بويسونس 4 شنو تعطيني؟ اي على بويسونس 4 اللي هي اي او كاري فوا اي او كاري مره اخرى. قلنا اي او كاري تعطينا موان 1، نضربوها في موان 1 مره اخرى تعطينا 1 هكا ولا. باهي كي نعمل فاز اخرى ناخذ مثلا اي بويسونس، ناخذ مثلا 2021 هذا اي بويسونس 2021 يلا. كيفاش تخدم هذه؟ نحب نكتبها، نحب نحسنها، ما نحبش نخليها بويسونس هكاك كبير. كيفاش نقعد نحسب الكعبه بالكعبه؟ نقعد يوفى الباك ومازلت ما كملتش حسبتها. دونك لازم نشوف اون سوليسيون اش نعمل في الحاله هذيا. اك 2021 هذيك نكتبها اون فونكسيون دو، يا اما نكتبها بال2 يا اما بال4. يلا 2021 هي شنو؟ 4 فوا شنو؟ فوا 500 كيكا ولا 500 وعنا 4 وعنا بلس 1 بالطبيعة. كي نقسمو 2021 على 4 تعطينا 2024 2021 سوغ 4 تعطينا 504 وتقعد بلس 1. واضح يلا. عنا عنا لي بروبريتي نتاع البويسونس اللي هي شناهي؟ تولي اي بويسونس 4 فوا 504 فوا اي هكا ولا. باهي بروبريتي اخرى شنو نستعمل؟ تولي اي على بويسونس 4 الكلها بويسونس 504 فوا اي. يلا نحنا قلنا اي بويسونس 4 وحدها يقال قداش هذا حسب المكتوب الفوقاني؟ هو 1. يعطينا 1 صحيح. دونك الريزلتا الجملة تعطيني اي. واضح الأولاد؟ باهي فما شكون قال الصوت ما يخدمش؟ يلا نكملو نحن.
توا اي نمبر كومبلكس في الدنيا عنده فورمه معينه تكتب عليها، يتكتب به اي نمبر. نحن كنا قبل لانكونيو ديما في الدون اير نسميوه اكس هكاك، ولا ديما لانكونيو نسميوه اكس اون جينيرال. توا في الكومبلكس لانكونيو نسميوه زد، الاكثريه نسميوه زد. داكورد يا جماعه، باهي نرجع هكا. الزد هذاك لانكونيو سي ان نمبر كومبلكس، يتكتب سو لا فورم ا بلس ا بلس اي بي. هو لما حل فيه بلوزيغ فورم، اما اهم فورم هي ذي ا بلس اي بي، اللي هي مش اهم اما اكثر فورم نستعملوها، اللي هي تسمى فورم الجبريك. هذه تسمى فورم ولا كارتيزيان، يا اما فورم الجبريك والا كارتيزيان. باه كي نعمل توا انا زد بار، نسالكم راكم شفتوها حتى في ليزيكزارسيس ولا في الكلاس، زد بار هذه تسمى كونجوغي. شنو هي كونجوغي؟ هي البارتي ريال تخليها نفسها والبارتي ايماجينير تولي تقلبها. بخاف اسالكم شنو البارتي ريال والبارتي ايماجينير. هذايا الا هذايا اللي تبدا ماهيش قدام الاي، تبدا مسايب عدد وحده، هذا تسمى بارتي ريال، بارتي ريال دو زد. وكل بي هذيك تتسمى بارتي ايماجينير، اللي لاصق الاي تسمى ايماجينير. لا بارتي ايماجينير دو زد، تمشيش تقول لي بارتي ايماجينير هي اي بي، لا البارتي ايماجينير هي اللي لاصقه الاي كها. دونك البي الكونجوغي زد بار هي شنو؟ اي فورم اكسبونسيال. عنا هذوك من الكل صوت طايح الاولاد يا اخي، فما شكون يقول لي واضح، فما شكون يقول لي طايح. راه سافا سافا اوكي الاولاد، دونك الصوت اللي طايح عنده يحاول هو يقوي في الميكرو نتاعو الاولاد. اوكي يلا، دونك قلنا زد بار هي ا موان اي بي. باهي خلينا نصلح هذايا. شو تقول الكونجوغي هذايا؟ يقول لك البارتي ريال تقعد نفسها ما تتبدلش، والبارتي ماجينير نقلبها، تبدا بوزيتيف نقلبها نيجاتيف، وكان نيجاتيف نبدلها بوزيتيف. هذايا قلنا تسمى كونجوغي. باهي نتعداو لبعضو باش نخدمو الموديول. الموديول هو زد اونتر دو بار. هذا دون اير كنا نسميوها نحنا فالور ابسولو، صحيح ولا لا؟ طاف الكومبلكس يتسمى موديول، لازمنا نفرقوا في التسميات. دونك بعد نسميها الموديول دو زد. هي شنو القاعده نتاعها؟ هي لا بارتي ريال دو زد او كاري بلس لا بارتي ايماجينير دو زد او كاري. ترى في القاعه في الكام تاعنا اللي هو كي تبدا ا بلس اي بي، شكون هي لا بارتي ريال؟ هي ا، دونك ا او كاري، بارتي ايماجينير هي بي ماهيش اي بي يا جماعه، راهي بي. دونك ا او كاري بلس بي او كاري في الاكزامبل نتاعنا، واضح؟ هذا يقولنا يتسمى موديول. اوكي نعملو اكزامبل ولاد باش نفهمو. ترا ناخذ مثلا زاد، ناخذ مثلا 4 -3 زي. يلا شكون يقول لي شوش مش نحسبه نحن تاوش نحسبه زاد بار وش نحسبه الموديول دو زاد؟ شكون يقول لي زاد بار يقال قداش؟ يعطيك الصحة علينا. دونك تعطينا 4 +3 زي. ساقبل كل شيء، شكون هي البارتي ريال هيا نتاع الزاد هذايا؟ هي الأربعة لكن اللي مش قدام الإي. وشكون هي بارتي ماجينير نتاع زد؟ اللي هي موان 3. يعني كي نعمل زد بار تولي الكاتر اللي هي بارتي ريال تبقى نفسها ما تبدلش، والبارتي ماجينير اللي هي موان 3 تقلبها تولي 3، وبالطبيعه مضروبه فوا اي. واضح؟ يلا كي نعمل موديول شنو تقول لنا الموديول؟ قلنا نحنا هي لا بارتي ريال او كاري، دونك 4 او كاري بلس لا بارتي ماجينير اللي هي موان 3 او كاري. تعطينا قداش؟ 4 او كاري تعطينا 16، موان 3 au carré تعطينا 9، تعطيني لا راسين كاري دو 25 اللي هي نفسها 5. واضح الاولاد؟ باهي خلينا نكدري هذي. اوكي باهي، تو نحنا عندنا دي بروبريتي
ولا خلينا نعطيكم لي فورم ساعة ساعة قبل، لا خلينا نعطيكم لي فورم ايكال سان، كاتيكم صح الاولاد. باه نتعد باه، قلنا كي ناخذوا زاد ايتيغال ا بلس اي بي، قلنا هذا تسمى فورم الجبريك. والا الجبريك والا كارتيزيان ب نفسها هذه تكتب سو فورم ار كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. الار هذاك ار كوس تيتا، باه خلينا نكتب لكم لي فورم بعد نقول لكم شنو هي الار وشنو هي كل شيء. هذه تسمى فورم تريغونومتريك، باه شكون هي الار هذايا؟ هذا الار هي الموديول، الموديول تاع زد اللي هي موديول دو زد اللي هي شفناها كيفاش تحسب داكوردو. التيتا هذايا تسمى ارغومون في فازات كيفاش يتحسبتم بعد في وسط الكور ان شاء الله نوريكم كيفاش بعد في الكور، يعني نوريكم كيفاش نحسبوا الارغومون هذاك. واضح، نتعداو الفورمه اللي بعدها. الزد هذيك اللي هي نفسها الفورمات هذوكم الكل تكتب زاد سو فورم ار فوا اكسبونسييل اي تيتا، هذه تتسمى فورم اكسبونسييل. واضح، الار هي شكون هي كيف كيف هي الموديول، والتيتا هي شنو هي نفس الارغومون. يعني باش نتعداو من الفورم تريجونومتريك الفورم اكسبونسييل سهله ياسر الحكايه، الار تبدا عندي والتيتا عندي نمشي نحطهم حتى. واضح، عندنا فورم اخرى تسمى فورم بولير، هنحطهم الكل كي الفورم بولير هي شنيا. تبدا كالزيد هذيك مش نحنا عن الموديول نتاعها اللي هي شكون اللي هو ار، وشكون الارغومون اللي هو تيتا، تكتب بك الفورم نتاعها. هذه نستعملوها في لي زيكواسيون كي تبدا مثلا بويسونس اكبر من زوز ولا اكبر من ثلاثة، يعني نستعملوا الفورم بولير هذا تسمى فورم بولير. واضح، بين خلينا نتعداو نعملو دي بروبريتي توا. كي نعمل ليتوال بلونيغ معنتها تعدينا لحاجة أخرى. باه فماشي باه فهم شكون باش يدخل، لحظة بركة. أي الكل باش نعمل عليهم دي زيكزامبل بلقيس. اي الارغومون هي لونغلي صحيح. باه يلا نعمل دي بروبريتي، ناخذ مثلا نحنا زد ان، نعطيكم مثلا زد ان هي اي موان زد، زد حاجه وزد ان حاجه اخرى. كي نحب نعمل زد ان بار، شكون يقول لي زد ان بار هي شنو هي تجيني تو؟ معناتها باش نعمل كونجوغي راهو موان زي موان زاد، باش يكون عنده إجابة أخرى. شي ما قلتها وقتاش نستعملها فورم بولير، وقت تبدا عندنا زاد بويسونس، تبدا عندنا إيكواسيون زاد بويسونس إن، أفيك إن تبدا أكبر من تروا ولا أكبر من دو، داكوردو نجمو نستعملو فورم بولير باش نلقاو لي سوليسيون تاعنا. باهي لتوا جاتني حتى إجابة صحيحة راهو الأولاد. الي قربت شويه راك ماك ب يعطيك صح اشراق هي اللي جاوبت بصحيحه. دونك الاي هذيك ما ايماجينير ولا تولي موان زي. الزاد هذيك ما نعرفهاش انا اسكو هي معناتها بارتي اسكو هي ريال ولا ايماجينير بيور، يعني ما نعرفش عليها انا شنو، يعني شنو لازم نعمل، لازم نعمل لها زاد باغ داكوردو خاطر ما نعرفش عليها شنو، يعني ممكن مو هذيك ما تتمسش. فما برشا جاوبوني قالوا لي بلوس، فهمت علاش حطوا بلوس، ما نقلبش انا خاطر ما نعرفش نقلب وقت تبدا ايماجينير بيور، فهمت هي مش نعرفش عليها دونك خليها مو والزاد ردها زاد باغ. مفهوم الاولاد؟ نعاود لك باه كي يبدا عندك سؤال مريم عود هز يدك، كان فما فاست لوفي لا مان هز يديك تو
كي يبدا مثلا فما برشا هزوا يدهم نختار كعبات، اما كي تبدا واحد بركة نجم نحلو الميكرو ويتكلم. ب هي اي موان زد هكا، هي اي موان زد كي باش نعملهم كلهم بار انا هكا. البار هذيك كي على الاي ما هي ايماجينير تولي موان زي هكا، ولا خاطرها كانت بلوس اي هي قدام حد شيء تولي موان. الموان هذيك تبقى الزاد انا ما نعرفهاش شنيا، كان مو قلنا كان ريال تبقى نفس، كان ايماجينير ما تتقلب. انا الزاد ما نعرفهاش مجهوله عندي، نعرفها انا الزاد اسكو هي باش تجي مثلا ان بلوس اي هكايا فيها الايماجينير ريال وايماجينير، ولا نعرف عليها انا زاد تيقال مثلا ريال بركه هكايا، والا زاد ايماجينير بركه مثلا دو زي هكايا. انا نعرف عليها شنو ما نعرفش، دوكي ما نعرفش لازم نحط لها بار، والموان خليها كيف ما هي. داكوردو الولاده ماري موريم سافا، باخا نحاول نفسخها. اوكي ترى نعطيكم واحدة أخرى، ناخذ مثلا زد دو، أنتم مش تجاوبوني على هذا. أن موا إي زد أو كاغي، يلا نحب زد دو باغ أنا تا. أي برشا نساو الكاريرا والولادة صحيتو بي، وفما شكون جاوب بالصحيح. يلا دونك زي دو هي شنو هي الان تبقى خاطر غير تقعد ان، الاخرى تولي بلوس اي خاطر عنا موان زي، والثانيه هي زد كاري تولي زد باغ او كاري. الكاري تمشي كان على زد باغ، دونك نجم نحط لكم بارونتيز. داكور دو الاولاد باهي، عنا تو قلنا لي بروبريتي اللي حكيت عليهم، اوكي يلا لي بروبريتي شنو كي ناخذو نحنا توا زاد قلنا اللي هي ا بلس اي بي و زاد بار الكونجوغ نتاعها اللي هي ا موان اي بي. يلا كي ناخذ زاد بلس زاد بار، و تعرفش كيفاش باش ناخذهم بالموان، باش ناخذهم بالاكس والكريك مش بالا والاي بي. باهي ناخدو زد هي اكس بلس اي كغيك، و زد باغ هي اكس موان اي كغيك. كي نعمل زد بلس زد باغ شنو تعمل حسب رايكم ترى؟ مش فما سامبليفيكاسيون كي نجمعهم الزوز مع بعض، مش الاي كغيك موان زي كغيك شنو يتنحاو، دونك تقعدي دوز اكس. يعني عندنا قاعدة، وشكون الاكس مال بارتي ريال ولا، يعني عندنا قاعدة بروبريتي تقول لنا زد كي نجمعوها مع الكونجوغ نتاعها تعطينا دو فوا لا بارتي ريال دو زد، اللي هي في الكام تاعنا اللي هو دوز اكس. كان جاتنا ا بلس اي بي راهي 2 ا، اكس بلس اي كريك جينا 2 اكس. ما بي بن خليفة ما عندناش حاجة اسمها ريال بيور، نقولو ريال وكاها باهي، ولا ايماجينيغ بيور، يعني نقولو ريال يا ايماجينيغ بيور، هذايا ريال بيور لا باهي. يلا كي نعملو زد موان زد باغ، شنو تعطينا هذا 2 زي كغيك صحيح، اللي هي 2 زي فوا لا بارتي ايماجينيغ 2 زد، دونك تعطينا 2 زي كغيك في الكام تاعنا، خاطر البارتي ايماجينيغ هي الايكغيك. واضح حابش نكتبها هنا، البارتي ريال 2 زد هي الاكس، البارتي ايماجينيغ 2 زد هي الايكغيك. واضح ترى كي نعملو توا برودوي زد فوا زد باغ، يلا باش تعطينا اكس بلس اي كغيك فوا اكس موان اي كغيك، اللي هي شنو نستعملوا البرودوي روماركابل. اما احنا عندنا فازا طول كيفاش تتعمل، القاعده نتاعها اللي هي كي من غير ما تقعدوا تحسبوا يعني تعملوا في البرودوي روماركابل، ماذا بكم تحفظوها وتصبوها طول، اللي هي بارتي ريال دو زيد او كاري بلس بارتي ايماجينير دو زيد او كاري. بكان لاحظوا تو اللي كتبت هنا تو بارتي ريال كاري بلس ايماجينير كاري مش تذكرني في الموديول، باش نرجع لفوق احفظ شو قمروا هذا ريال وكاري بلس ايماجينير وكاري. كي نرجع انا للموديول نقا ريال وكاري بلس ايماجينير وكاري، اما شنو هي زايد عليها؟ زايد عليها الراسين، يعني كي نحب انا دونك اللي كنت نحسب فيها توا اللي هي زد فوا زد بار تعطينا هذيا وكاري. كيفاش نحي الراسين مو بالكاري؟ يعني دونك زد فوا زد بار تعطينا الموديول دو زد وكاري. حاولوا كيفاش ما تغلطوش بيناتهم، واحده راهي بالراسين واحده بلاش، يعني هذيا تعطينا هي بيدها موديول دو زد وكاري، والكاري هذاك ينحي
الراسين كاري. يعطيكم الصحة. عفوا ما شاء الله عباد فاهم، فما شكون فاهم. بيعنا واحدة أخرى، كي نعملو زاد باغ باغ دوبل باغ، يعني شكون يقول لي قال قداش هذا؟ تعطينا نفسها زاد. كي نعملو زاد باغ باش تجيني كونجوغي، كي نعاود نعمل كونجوغي مرة أخرى باش ترجع ليا هي نفسها. باهي، تراخى نفسركم توا التيتا هي شناهي. باهي ماهيش هذايا كيما نقولو حاجة جديدة، نهبط لهنا. التيتا هي كونغرو لارغومون دو زد مودولو دو بي. باهي شكون التيتا؟ هو اونجل. باش نفسركم شناهي، كي ناخذو نحنا روبير نعملو مثلا هكايا، باهي تبدا عندنا لهنا الأو لهنا أو ولهنا الفي، باهي وتبدا عندنا أن بوان إم لهنا، نربطوها الإم هذايا. ناخذ هذا هي البوان ام. يلا دونك شكون التيتا؟ هو هو لونغ اللي تعملو، هذا هو التيتا، هو لونغ اللي اونتر لا دروات او يو اي لا دروات او ام، واضح؟ دونك اونتر الفيكتور معناتها الفيكتور او يو والفيكتور او ام، هو لونغ اللي بيناتهم هذاك هو التيتا، واضح؟ والديستانس او ام هي شكون؟ هي بيد الموديول دو زيت، هاك الموديول اللي احنا تعلمنا نحسبوه هذاك، كي نعمل الموديول نتاعو تعطيني هي بيد لا ديستانس او ام، يعني هاكا نكتب الموديول دو زد تعطيني لا ديستانس او ام. هذا كيفاش غرافيكمون يبدا الموديول، معناتها هي الديستانس واللونغ اللي تفهمنا فيه هو من الاو، ديما نبداو من لاكس دي زابسيس هكاك، يا نطلعوا يا نهبطوا، سا ديبون انت اللونغ تاعك شنو هي، بوزيتيف ولا نيجاتيف. واضح يا جماعه؟ باهي خلينا نعملوا توا اكزرسيس صغير باش نعملوا باش نعملوا اكزرسيس. اي الاو ام هي بنفس الموديول اللي هو اير بالطبيعه. باهي فما جماعه مازالوا داخلين. باهي يلا نكمل، نعطيكم مثلا زيد هكايا، نعطيكم كون زيد ايت ايغال ا موان 3 زي لوطا مثلا سيغ 4 موان زي. نجي نقول لك الكيستيون، يعني اكريغ زاد سو فورم الجبريك، سو فورم الجبريك. اش معناتها فورم الجبريك؟ معناتها نحبها فورم ا بلس اي بي. طب نحن كي نشوفوا الزاد هذا كيفاش، هاي الفوق هي الفورم نتاعها ا بلس اي بي، صحيح كل ا مون تخوازيمو مو ا بلس اي بي، والوطنيه زاد ا بلس اي بي. اما كي نحطوا الفورم الجبريك على الفورم الجبريك ما تجيناش فورم الجبريك، يعني حتى هاي يعني لازمني نتصرف كيفاش نجم نرد هكاك. باهي خلينا نشوف شكون اش يقولي. باهي اغزلي ايه، من غير ما تعمل كابتوري ايه، خاطر باش نهبط لكم ان شاء الله سيونس مسجله، باش نهبط لكم لي كابتوري اللي قاعد الاوراق اللي قاعد نكتب فيهم، باش نهبطهم لكم داكوردو ايه، من غير ما تعمل حتى كابتور، كل شيء تلقاوه مسجل. باهي جو ملتيب باغ لو كونجوغي دو 4 موان زي، صحيتك نهضر في البارتي كونجوغي، يعطيكم الصحه. علاش بلقيس بيغزل؟ طيب من هنا في الكومبلكس، من هنا وانت ديما ماشي، كل ما تلقى اي دي زي في الدينوميناتور اللي هو لوطاني، حاول اضرب في الكونجوغي باش نرتاحوا من كل اي هذاك، كي تضرب في الكونجوغي الاي تير على روحه. عرفش نوريك كيفاش. دونك زاد ات ايغال نعاود لهنا، تولي فوق ان موان تخوا زي، نضرب في الكونجوغي نتاع لوطاني، قداش الكونجوغي نتاع لوطاني اللي هي 4 اللي هو 4 بلس اي، ترى لوطاني اللي هو 1 موان 3 زي، لوطاني مش هكاك، لوطاني هو 4 موان زي ماهو، دونك 4 موان زي فوا 4 بلس اي. يلا اش تعطيني الفوق واش تعطي اللوطا؟ ترى خلينا نعمل ملتيبل الفوق، شنو تعطيني؟ تعطيني 4 بلس اي
موان 12 اي كيكا ولي. لهنا ردوا بينا في البلوس والموان لا نغلطوا. شوش عنا؟ عنا 3 كيكا ولي هاي موجود. اي فوا اي مش تعطيني موان زان، خاطر اي فوا اي تعطيني اي وكاري تعطينا موان زان، وعندي موان دونك تولي بلوس. ردوا بالكم يا جماعه لهنا في البلوس والموان يخدموا عليها بزيد. بيتا نتعداو لوطاني. لوطاني يا اخي مش الفورما نتاعها كاينه هذه زيد فوا هذايا زيد بار نتاعها مش كاينه في الكونجوغي. واش قلنا نعرف زيد فوا زيد بار؟ هي بذا لا بارتي ريال او كاري دو زيد بلوس لا بارتي ايماجينير او كاري دو زيد. شوكي علاش كتبتها لكم انا هذايا بالعاني باش ما عادش تغلطوا فيها. هي اللي ريتها البلوس هذه قبل شنو تكتب لهنا ساعات فما شكون يغلط يحطها موا. ردوا بالنا الاولاد راهي ديما بلوس. هاي كيفاش تقول بارتي ريال هي شكون اللي هي 4 او كاري بلوس بارتي ايماجينير؟ تحب تختار الان ولا الموانزان كيف ما تحب انت. لهنا البارتي ايماجينير هذايا هي الموانزان والبارتي ايماجينير لهنا هي الان، اختار كيف ما تحب انت. يا زوز يمشيو يلا خان فاسخ دونك كنت نكتب فيه ان شاء الله يكون مفهوم الاولاد اللي نحكي فيه. ها كان مش مفهوم اكتبوا لي. يلا دونك شنو يجيني 4 بلس 3 تعطينا 7 اي مون 12 اي تعطينا مون 11 اي الكل ها سيغ سيغ 4 او كاري اللي هي 16 بلس 1 تعطينا 17. يلا كي نحب نفرقها تعطيني 7 سيغ 17 بلس موان 11 سيغ 17 فوا اي. دونك هاي كتكتبت سو لا فورم ا بلس اي بي A plus IB ولا moins A moins IB c'est une forme algébrique. واضح الأولاد؟ خاطر نجم تكتب بكا باش نكتب مع بعض فاصلة. 7 sur 17 plus moins 11 sur 17 fois I. دونك هاك زاد تكتب A plus معناتها A plus IB. واضح الأولاد؟ باهي نتعداو نخدمو حاجة أخرى في الكور اللي هي كيفاش نلقاو الفورم تريجونوميتريك. باهي أول حاجة خلينا نعطيكم السيركل التابلو تريغونوميتريك باش نعطيكم القمره كيفاش تحفظوه. لازمكم تحفظوه الاولاد هذايا ولا تقمروا تصرفوا كيفاش تعملوا. بيتو مش تعملوا الاولاد بعد السيونس هذايا كتنجموا عاودوها وحدكم باش نهبطها ديجا انا. عاودوها واعمل فيشه وحدك خرج فيها لي فورمول اللي حاجتهم الكل. اعمل فيشه اللي كنتي باش تقعد لك من هنا لاخر العام. راهم بعد اخر العام ولا تستحقها على الاخر تلقى روحك نسيت كل شيء راهو اخر العام. ما تعملش على الميموار نتاعك راك تنسى. اعمل فيشه حط فيها لي فورمول الكل لي زيكزامبل اللي نخدموا فيهم حاول نخدمهم وحدك من غير ما توز الكوريكسيون. كان لقيت فيهم مشاكل ارجع لهم بعد نهار نهارين وكا تلقى روحك سافا راهو كي الخدمه تصير. اتعبوا عام سنه الاولاد ومن بعد رفعوا كيما نقول لك اتعب عام وربح حياتك. حاولوا اخدموا حتى اللي ما بداش وقت وقايت باش يبدا راهو داكوردو خاطر كان الكومبلكس وفي ماش نجم ترجع له كان باش ترجع له تضيع برشا وقت. دونك حاولوا فيور ميزور تخدموا. اماني لا مازال ما هبطش لونجستمون تاع البارح باش نعملوهم لي زونسومبل زاد اي اكيد. حتى كان مش سيونس هذايا راهو الكومبلكس اطول درس في العام من الاخر معناه. دونك ما نجمش في السيونس نكمل الكور كامل. دونك في السيونس الجايه نحاول نكمل سينون اللي بعدها مفهومه. هكاك خاطر باش نخدم دي زابليك معناتها دي زابليكاسيون ديريكت دي زيكزارسيس معاهم ذاك علاش معناتها. اما كل شيء باش نقراوه بالطبيعه اكيد. باهي يلاه خلينا نكمل يا جماعه. ناخذ مثلا لهنا لونغل هو تيتا ناخذ لهنا سينوس تيتا لهنا كوس تيتا ولهنا تونجونت تيتا. بالطبيعة عندنا كوتونجونت اما تو مش مهمة برشا. كوتونجونت هي عكس التونجونت ان سيغ تونجونت. باهي دونك ناخدو لي زونغل اللي هما زيرو بي سيغ سيس بي سيغ كاتر بي سيغ تخوا وعندنا بي سيغ دو والبي. هاذوما اهم وحدين لازمنا نعرفهم لازمنا نكونو حافظينهم كومبليتمون. باهي باش نعطيكم قمارة متاع هما ستة ستة اونجلويت صحيح ولا باش نعطيكم باهي ست انجلويت. فما ثلاثة بقمارة باش نعطيهم كيفاش تتقمر ماذا بيا تحفظهم وفما ثلاثة تنجم حتى باللوجيك تلقاهم مش لازم حتى ما تقمر داكوردو. بي اتش بي حاول احكي معايا في البريفي يجيني تو نحكي معاك. باهي توا خليني نقرا داكوردو. باهي يلا في البي سيغ سيس واش كيفاش القمارة لهنا؟ لهنا نعملو 1 2 3 نصور علموها لكم. لهنا فما 3 2 1 ومن بعد نقسموهم الكل سيغ 2 والفوق نعمل غسيل. توا هذيك في الاولانيه هذايا غسيل دو 1 ما هي 1 ما غير ما نعملها الغسيل. دونك نمشي نعمل على الاخرين تولي غسيل دو 2 غسيل دو 3 غسيل دو 3
ولهنا راسين دو دو. داكوردو؟ دونك ستة هذوما سافا. التونجونت هي شنو هي؟ عندنا قاعدة تقول لنا اللي تونجونت ان اونجل تيتا اللي هو سينوس تيتا سيغ كوست تيتا، هذي نعرفوها من البريمير اني بتاعنا. والكوتونجونت هنكتبها لكم، الكوتونجونت تيتا هي الكوست كوست تيتا على سين تيتا، اللي هي نفسها ان سيغ تونجونت تيتا. باهي يا لا تونجونت هي شنو هي؟ سين على الكوس، باش نقسم ان دومي على غاسين تخوا سيغ دو. شوف باش نخدمها لهنا، ان دومي ان دومي كي نقسمها على غاسين 3 سيغ 2 فوقاني شنو قعد نفسها لوطانية تتقلب تولي 2 سيغ غاسين 3 تنحى هذي وهذي تقعد 1 الفوق وغاسين 3 اللوط كي نحب انا نوضحها خيش تولي نضرب الفوق اللوطة في راسين 2 3 تعطيني غاسين 2 3 سيغ 3 دونك لهنا نكتب غاسين 2 3 سيغ 3 لهنا مش نفس العدد هذا الفوق واللوطة دونك تعطينا 1 لهنا غاسين 3 سيغ 2 سيغ 1 دومي 2 2 يطيشو تقعد غاسين 3 سيغ 1 اللي هي غاسين 2 3 واضح الاولاد وفي الكوتونجونت هيك العكس سهلة ب يلا نكمل ب في الزيرو هذا خلينا نحاول نصور السيركل تريجونومتريك ومن بعد انتم وحدكم وحدكم تجاوبوني ب لازمكم تفهموا السيركل الاولاد ما فيهاش كلام الحكايه ولا ب السيركل تريجونومتريك نحن كي ناخذ روبير هكا كبير ناخذ مثلا 1 2 3 موان 1 موان 2 موان 3 هكا 1 2 3 شكون السيركل تريجونومتريك هي السيركل هذايا 1 دو غيون 1 اما نحن مزومين عليها كيما نقول داكورد وحنا مزومين عليها هذيك لازم تتفهم يلا خلينا نفسخ هذايا ونفسر لكم تو اوكي بيغزروا لي الكوس الاكس هذا هو تسمى لوكس لاكس تاع كوسينوس الاكس هذا هو لاكس نتاع سينوس واضح باش نشوف شنو نعطي اعداد انا احنا مش قلنا سيركل دو غيون 1 دونك هذه هي النمبر نتاعها 1 هذه الفوق هي 1 اللي على اليسار هذه هي الموانز 1 واللوطه هذه هي الموانز 1 واضحين وهذه بتبعها هي لوريجين اللي هي 0 باهي تو كي باش نعملوا لي زونغل نحن شو لونجل احنا بكري انا بكري قلت لكم لونجل منين يبدا مش ديما من الاو يو قلنا اللي هي من هنا ديما لونجل يبدا ما غاديك اش معناها يبدا ما غاديك اش يبدا من بوين هذيك نحن نمشيو ندورو يا ندورو هكا الفوق يا اما ندورو اللوط واضح الاولاد المفيد لونجل يبدا ما غاديك من صورتين لونجل هذايا اللي باش نكتبو بالاحمر معناتها لي زونجل يا جماعه دونك هذايا لونجل زيرو هكاك ولا بيسكو نبدا ما غاديك لا نطلعو انا نهبطو لونجل زيرو ترا شكون يقول لي تاو البوان هذا اللي بالاحمر شنو هي اللونجل نتاعها اي اما بالبي عاد نخدمو بالقيس بي سور دو نعطيكم صح هذا بي سور دو ترا هذا اللي من هنا هي البي كيكا ولا لونجل من هنا يا اما نقولوا هي بي دو 3 بي سور دو يا اما نجمو مون بي سور دو بيف السيركل تريجونومتريك هذا نوما مون تعلمتو في التروازيام اني راهو ريت اي اونجل يتحط في السيركل تريجونومتريك مش معناتها راهو كان هذيك التسميه نتاعو عرفش نعطيك اكزومبل 3 بي سور 2 هذا اللي كتبته نجم يتسمى 3 بي سور 2 كيما تنجم مون بي سور 2 كان انا جيتو هكا كيف ما انا قاعد نمشي توا بالوحد يتسمى نسميوه 3 بي سور 2 كان انا رجعت له بالتويلي هكا اللوطه تسمى موان بي سور 2 عملت الا 90 كيما نقول مفهومه وراه ما فماش كان زوز هذوما فما انفينيتي يعني كان انا مثلا تو انا في البوان هذه اللي هي 3 بي سور 2 كان زدت عملت دوره كامله قداش نزيد مش تولي 3 بي سور 2 بلس 2 بي يولي عنده اسم اخر اللي هي قداش 7 بي سور 2 مفهوم الاولاد يعني راهو كل اونجل موجود في السيركل هذا عنده انفينيتي معناتها انفينيتي معناتها ديكريتور واضح وهذا راهو نتاع تروازيام اني مش نتاع مش نتاع نتاع باك نورمالمون تروازيام اني تبداو فاهمين يلا خلينا نخدمو تو نحنا الزيرو انا تو في الزيرو هاني باش نعملها بالبلوسيل انا تو في البوان هذا قداش على الكوس وقداش على السين انا على الكوس مش على تو شي باش نقرا باش نقرا الاخضر تو نحنا الخضر انا تو على البوان البلوسيل نقرا على الكوس راه على الخضر انا مش ديجا على الاكس نتاع الكوس دونك قداش تعطيني تعطيني 1 صحيح الكوست تعطينا 1
دونك هذيك علاش الكوس لهنا كوس 0 تعطينا 1، والسينوس 0 يا جماعه قداش تعطيني؟ في السينوس تعطيني 0، هاك الكوس لهنا هاك تعطيني 1، ولهنا في السينوس كي نمشي نعمل بروجيكسيون لهنا نلقاها 0. هاي نبدل البوان تاع انا بالطبيعه كي نعمل طونجونت اللي هي شنو هي سين على الكوس 0 على 1 تعطيني 0. باهي يلاه نتعداو. انا توا نرجع للبلوسيال، انا توا في البوان هذا في البي سور 2. يلا قداش هاني في البوان هذا الكوس كي نحب نشيل الكوس نمشي الكوس نلقاها 0، وكيف السين انا ديجا على السينوس نلقاها 1. دونك في الكوس تعطينا 0 وفي السينوس تعطينا 1. ترا كي نجي نحب نعمل طونجونت اللي هي سين على الكوس باش تعطينا 1 على 0، 1 على 0 مش نحسبه مفهوم، 1 على 0 بالطبيعه مش نحسبه. ترا نتعداو للبي، البي دونك انا في البوان هذا يلا قداش على الكوس انا ديجا على الاكس تاع الكوس هايك دونك موانز 1 كي نمشي للسين ان بروجيكسيون تعطيني 0، يعني في السينوس تعطيني موانز 1 في الكوسينوس تعطيني موانز 1 وفي السينوس تعطيني 0. كي نعمل 0 سور موانز 1 باش نحسب طونجونت نلقاها 0 مفهوم يا جماعه. دونك فما ثلاثه فيهم قمارة وفما ثلاث تروا زونكل اخرين هاكا نجم بالسيركل انا كي نحفظ السيركل هذايا اموري مريقله ساي ما عادش عندي حتى مشكل. بلي يقولوا لي مفهوم الاولاد ولا باه داكورت باه الاولاد باش نتعدى حاجه اخرى مفهوم. هاي باش نتعدى حاجه اخرى باش نعمل زاده كيف كيف نفس روبير باش نعمل سيركل باه كيف كيف نعمل سيركل كيف ما جا تدرينا درينا فون ولي نعملو سيركل باهي باهي تون اللوتي تاع السيركل تون نحطها ونولي نخدم باه باهي حاسيو. كيف كيف قلنا لاكس هذا هو لاكس تاع شنو تاع الكوسينوس، لاكس هذا هو لاكس تاع السينوس. طبعا ما عرفتش باش نعمل لي زونغل وكل شيء. حاجتي بحكايه مثلا كي ناخذ انا التيتا هو لهنا ناخذ هكايا البوان هذايا اللي هي تعمل اونغل تيتا، هذايا هي تيتا ريد هالبارتي توا انا هذايا البارتي لحظه بركه هكايا البارتي هذايا اللي هي اللي على اليمين معانا كاتخ بارتي عندنا بارتي هذايا الاولى هذه الثانية هذه الثالثة وهذه الرابعة. في البارتي الأولى كيفاش يكونوا الكوس والسين؟ يكونوا زوز بوزيتيف صحيح ولا؟ في البارتي الثانية اللي هي هذه تبدا الكوس هاكا بوزيتيف ما بين صفر والواحد وتبدا سينوس نيجاتيف هاكا ما بين زيرو موان زان. في البارتي هذي الكوس تبدا نيجاتيف والسينوس السينوس زادا تبدا نيجاتيف، وفي البارتي الرابعة هذي الكوس تبدا نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. دونك راهو عندنا كاتخ بارتي الأولاد لازم نفرقوا بيناتهم. باه نكمل. دونك البارتي هذيك قلنا نسميوها بارتي هي تسميوها تيتا، البارتي لوطانية نسميوها موان تيتا هاكي. البارتي اللي على اليسار هذا يتسمى بي موان تيتا، كاين اش معناتها بي موان تيتا؟ كاين عملت 180 كاين البي ونحيت منها التيتا نقصت منها قد هذا، ولهنا بي بلس تيتا اش معناها؟ معناتها كاين عملت بي اللي هي شطر دورة ومن بعد زدت التيتا نتاعي. لكن نحب نصورهم تونا هذا موان تيتا ماهيش تجيني لهنا البي بلس تيتا هذا نكمل في التويل تجيني بي بلس تيتا، وهذا العكس نكمل في التويل من هنا تجيني بي مون تيتا واضحه. شكون ها واش نعمل بشويه شكون بي مون تيتا اللي هي من هنا حتى كشي لهنا ديما نخرج من الاو قلنا هذا هي بي مون تيتا. البي بلس تيتا هي شنو واش نعملها بلون اخر معناتها من هنا حتى كشي لهنا هذيك بي بلس تيتا، والمون تيتا هي من هنا جوست حتى كشي لهنا هذيك هي المون تيتا. دي غنفسخ هذا باش ما تفسخش ما تبطش الخدمه او في مونتي خليتها واضح. لي بارتي هذوما نحفظهم تنقول لكم علاش باش نستعملوه. دونك نحفظوا بارتي تاع تيتا لمون تيتا البي مون تيتا وبي بلس تيتا. تو انا باش نعلمكم احنا قلنا باش نحكيو علاش نحكيو على الحكايه هذه الارغومون كل شيء باش نوريكم كيفاش نطلعوا الفورم تريغونوميتريك. الار ما هي سهله هي الموديول قلنا كي دو زيد التيتا كيفاش تحسبها تو باش نوريكم. باهي باش نعطيكم الكا جينيرال ومن بعد نعملو اكزومبل باش نعملو دي زيكزومبل. باهي ناخذو نحنا اي نومبر كومبلكس كون سيكري سو لا فورم ا بلس اي بي وباش نكتبوها نحنا في فورم الجبريك. كي نكتبها فورم تريغونومتريك هي ار فوا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا واضح. باهي صحابكم فما شكون مازال داخل باهي عايش كسو هايلا
باهي يلا نكملوا الاير. قلنا كيفاش يا جماعه؟ هي قلنا هي بدا الموديول دو زد كي نعمل حسب ليكزامبل نتاعي هي لاغاسين كاري دو ا او كاري بلس بي او كاري. يلا كيفاش تو نلقى لونغ؟ لونغ مش باش نلقاه ديريكتومون، لازم نحسب حسبه قبل. شنو الحسبه؟ نحسب كوست تيتا من الاول ومن بعد نحسب سينوس تيتا. لوليت رانا نعملو تيست، اسمعوا فايل ولادة. اوكي باهي يلا، سينوس تيتا خاطر في بالي قصدك علاش. باهي الولاد، باهي قلنا كوست تيتا وعندنا سينوس تيتا. الكوس تيتا شين القاعدة نتاعو؟ هو كل ا هذيك، شكون هي ا؟ هي البارتي غيال عكل على الاير هذيك اللي هو الموديول. البارتي ايماجينيغ هي سينوس تيتا، هي البارتي ايماجينيغ عكل الاير هذيك. داكوردو؟ تو انا مش عندي الكوس والسينا، من الكوس والسين هذيك نمشي نطلع التيتا ايجالا قداش. التيتا نمشي نطلعها ايجالا قداش. بالطبيعة التيتا لازم تطلع اون غاديون، داكوردو؟ دونك طلع كيفاش نطلعها؟ تقول لي انا كيفاش نطلعها التيتا هكايا؟ نقول لك معناتها عن طريق السيركل هذا اللي قلت لكم نحفظوها، ومن بعد نعمل ليزيكزامبل نفسر لكم، وعن طريق التابلو هذا اللي قلت لكم زاد باش لازمنا نحفظوه. واضح الاولاد؟ باهي حابش نعمل ليزيكزامبل نفهموا الدنيا الكل. وعندنا دي ميثود اخرين كيفاش نطلعوا اللونجل عندي بالكالكولاتريس، كيفاش ميثود نطلعوا بها ومن بعد نخدموها بالكالكولاتريس. كيفاش؟ يلا نعملوا دي زيكزامبل. الاكزامبل معناتها اكتب لي سو فورم تريغونومتريك، او متر مسيو بليه، رجع الباج اللي كانت قبل. باهي باهي شي ما تكلم، قولي شنو هي الوحدة على السيركل انا، هذه الثانية ولا الأولى؟ الفوقانية ولا الوطنية؟ ثانية باهي، ثانية راهي ما فسرتيش مليح، أنا قلت جوست باش نحفظوها راهو كهو. قلنا البارتي هذه تسمى البارتي نتاع التيتا، وقت اللي تبدا الكوس بوزيتيف وسين بوزيتيف شو سماها تيتا. وقت اللي تبدا كوس بوزيتيف، علاش بوزيتيف كوس؟ لأن خاطر ما بين صفر وواحد هاي حسب السيركل هذه، مو من صفر للواحد الكوس تبدا بوزيتيف، والسين هاي من زيرو موان زان نيجاتيف. البارتي هذايا وقت اللي تبدا كوس بوزيتيف سين نيجاتيف سميها موان تيتا. باهي، وفي البارتي كي تبدا كوس الكوس نيجاتيف وسين بوزيتيف نسميها بي موان تيتا، وكي يبداو الكوس والسين زوز نيجاتيف نسميها بي بلس تيتا. ما فسرتهاش، غادي نفسر لك من بعد كيفاش نعملوها بالضبط. باهي خلينا نعاود فيسا، اما والله باهي مرة جاية تلقاوها في لي زونجستخومون خاطر باش ما نعطلوش صحابكم زادا. باهي سيرينا، باهي كيفاش نلقاوها؟ شناهي السين؟ السين مو هذا الاكس تاع السينوس، هذه الان وهذه الصفر وهذه الموانزا. باهي ناخذ مثلا لونجل زيرو هذا، انا توا على البوان هذايا في السيركل، كي نحب نمشي للكوس انا ديجا هاني على الكوس، نقرا الاخضر توا نمشي نقرا الاخضر اللي هي ان. كي نمشي توا على الاكس تاع السينوس مو هكا، نمشي نعمل بروجيكسيون اوبا وصلت للسينوس نقراها قداش هاكا صفر. دونك سينوس الكوس زيرو هي ان، وسينوس زيرو هي زيرو. ترى انا نخدم لك الاخرين في البي سور دو، انا ديجا في البي سور دو هاني في السينوس، يعني سينوس قداش هاكا الخضرا هي ان. كي نمشي للكوسينوس هاكا نهبط نعمل بروجيكسيون تاك وصلت للوحد تاع الكوسينوس قداش نقرا؟ نقرا صفر. داكوردو هاكا بالنسبه للبي ومون بي سور دو نفس الشيء زاد. باهي يلا خلينا نكملوا يا جماعه، يلا نعملوا اكزومبل. ناخذ مثلا زد ان هو 1 بلس اي، نحب نكتبها سو فورم تريغونوميتريك. ما كملتش كتبت هذايا، يلا كيفاش نعملوها؟ هذايا باش نكتبها سو فورم اخ 1، باش نسمي الموديول هو اخ 1، واللونغ باش نسميها تيتا 1. دونك اخ 1 فوا كوس تيتا 1 بلس اي سينوس لارغيومون سميتو تيتا 1. يلا اخ 1 الولاد هو شنو؟ هو موديول تاع زد 1 اللي هو نفسه موديول تاع 1 بلس بلس اي. يلا شكون يقول لي موديول تاع 1 بلس اي قداش الاولاد؟ راسين دو دو. باش نوريكم فازا كيفاش نحسبوا الموديول بالكالكولاتريس. شنو الولاد الكالكولاتريس اللي عندكم؟ ترى كل واحد يقول شنو نوعها.
Bien. باهي يا جماعة، خلينا نحكيو على نعملو نحلو بارونتيز على الكالكولاتريس. أنا الحقيقة أعز الكالكولاتريس اللي عندي هي كازيو، فما زوز كازيو اللي هما واحدة اف اكس 991 زيد هولي او اس بلس، والأخرى 570 او اس بلس. يظهر لي هكا اساميهم ريفيرونس، يظهر لي هكا كازيو. والا فما شارب كرايت فيو ولا شو اسمها، يظهر لي رايت فيو هكا، عشر يظهر لي هكا اسمها. باهي، تاخذ واحدة من ثلاثة هذوما يا جماعة. راهو أنت كما عندكش واحدة من ثلاثة هذوما، راهو بالحق معناتها ما يبدو صحابك فايتينك الحقيقة، خاطرهم يعاونوا برشا برشا. أي هذيك صحيح، صحيتك. هاني قلت لكم الولاد كان عندكم كشار بتاعك 35 دينار ولا 40 دينار، حاولوا كان تبدلوه بالحق، راهي تعاونكم من الكالكولاتريس على الاخر. باش نعمل انا باش نخدم بالكازيو ولا محل اليوم. شارب نورمالمون الحقيقة ما عنديش خاطر الوحدة بتاع شارب، عندي كام بتاع الكازيو. نورمالمون بروفيتكم تو يعلمكم كيفاش تخدموا به داكوردو. باهي خلينا نفسخ هذايا، يلا خلينا نوريكم كيفاش نعملوا توا الكازيو كيفاش. باهي هاي كالكولاتريس كازيو. كيفاش نحسب الموديول توا؟ نمشي نعمل مود، نمشي ننزل على مود. باهي لحظة برك. باهي يلا تو قاعدين نشوف فيها الكالكولاتريس لولانا. اي حتى الشارب سافا. اما هاني قلت لكم انا يا اما زوز كازيو هذوكم يا اما الشارب هذيك رايت فيو، معناها سينو الكالكولاتريس ما كنتش تشوفوا فيها لولانا. اي محمد اي، باش نسجلها ونهبط ان شاء الله. ريجست عاونوني قولي الكالكوليتريز ظاهرة ولا لا. اوكي باهي يلا، شنو نعملو توا؟ نمشيو نعملو مود، يطلع لنا المود نتاعنا، نعملو كومبلكس اللي هي دو. باهي كي نمشي نحسب الموديول، كيفاش الموديول؟ لقيتها فوق الهاش ايكغيك بي، الفلسة هذايا اش مكتوبة؟ مكتوبة ا بي اس. نمشي لابيس باش مكتوبة، مكتوبة بالمارون، دونك نعمل شيفت هاش ايكغيك بي، تخرج لي كيما الموديول اللي تهزو زعصي. يقول لي حاجتك بالموديول تاع شنو، نمشي نكتب له ان بلوس الاي هاي فوق الاو ان جي، نكتب ايجال ونحط ايجال، تعطيني راسين دو دو. واضح الاولاد؟ باه خلينا نمشي نكتبوها، دونك تعطينا راسين دو دو. تنجم تحسبها بال معناتها بالواحد، تنجم تحسبها بالفورمول معناتها تلقاه. يلا لقينا الاخ ان، تنتعداو نخدمو باش نلقاو تيتا ان. اش قلنا نحسبو من الاول؟ نحسبو كوست تيتا ان، ومن بعد نحسبو سينوس تيتا ان. يلا كوست تيتا ان هي شنو؟ هي البارتي ريال اللي هي ان هكا، ولا مش ال ان بلس اي بارتي ريال نتاعها هي ان على الموديول اخ ان اللي هي غاسين دو دو. بالطبيعة ديما مخليوهاش هكاكا، ديما الراسين لازم نحيوهم من اللوطا، تعطينا غاسين دو دو سيغ دو. الثانية بارتي ماجينير اللي هي ان زادا، رد بالك تقول لي اي هي البارتي ماجينير، البارتي ماجينير اللي لاصقة الاي اللي هي ان سيغ غاسين دو دو اللي نفسها غاسين دو دو سيغ دو. يلا يا جماعة طب من هذوما الزوز شكون ينجم يقول لي تيتا ان قال قداش؟ تبارك الله دورت وجهي لقيتكم صحيح، لقيتكم جاوبت. باهي شيماء انت شيماء كانت تحب تحفظ ليزيتاب من غير ما تحفظهم ليزيتاب، راهو على خاطر مسجلة كل شيء. باهي نعاود لك هاو في صحيح. قلنا من الاول تبدا هي مود كي كمبيوتر، تمشي تعمل مود دو اللي هي كومبلكس، ومن بعد تعمل شيفت والهاش ايكغيك بي هذا تجيك كيما الموديول هكا دو باغ، تمشي تكتب ان بلس اي. ونحنا عندنا ان بلس اي لهنا، نمشي نكتب ان بلس الاي اللي هي فوق الاو ان جي، نحط ايكال تعطيني راسين دو دو داكوردو هكا. باهي تيتا ان ايكال بي سور 4، كيفاش لقيناها؟ كيفاش لقاو اصحابكم بي سور 4؟ نرجعوا للتابلو، شكون اللي تعطينا لونغ اللي يعطينا الكوست راسين دو دو سور دو، سينوس يعطينا راسين دو دو سور دو. نرجع للتابلو نلقاوه اللي هو البي سور 4 داكوردو الاولاد، هذا لازم نبداو قلنا التابلو حافظينه. يعني تيتا تيتا ان تاعنا هو بي سور 4. نجمش نكتب تو زيت ان سي، مادام لقيت الزوز مش نكتب زيت ان اللي هي غاسين دو دو ار فوا كوس تيتا ان اللي هو بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4. اوكي كمان زد ام تاع. يلا نعمل اكزامبل اخر، ناخذ زد 2 ايت ايغال، ناخذ مثلا
ان موان زي. يلا شنو نكتبوها الان موان زي هذا؟ شنو نكتبها ار 2 فوا كوس تيتا 2 بلس اي سينوس تيتا 2. يلا الار 2 هي شنو يا جماعه؟ هي موديول نتاع ان موان زي، نفس الشيء باش تعطيني غاسين دو 2. يلا كي نحسب، نحاول نزرب شويه الاولاد، كوس تيتا 2 باش نحسبها، وسينوس لحظه بركة نقط شوية، وسينوس تيتا 2. كوس تيتا 2 هي قلنا 1 سور غاسين دو 2 اللي هي غاسين دو 2 سور 2. الأخرى توا البارتي ماجينير هي موان 1 كيكا ولا، دونك موان 1 سور غاسين دو 2 كي تيغال موان غاسين دو 2 سور 2. أي مرة هذايا مش كيما مرة تاع بكري، بكري زوز غاسين دو 2 سور 2، مرة هذايا وحدة غاسين دو 2 سور 2، الأخرى موان غاسين دو 2 سور 2، زايدتنا الموان مرة هذي. يلا شكون يقول لي تيتا 2 يقال قداش؟ هم شكون يعرفه؟ باهي تسنيم انت دخلت توا تلقاها معاودة ان شاء الله غدوة، تهبط ان شاء الله السيونس. اليوم باش نهبط السيونس نتاع حصة البارح اللي هي تبدا افونسي شوية، نجمو تتفرجوا فيها راهو. وسينو الحصة نتاع اليوم ان شاء الله تهبط غدوة، هي وليزيكزارسيس. ب مون بي سور 4 هاتي كوم سا. ب اوزر علاش نفسرك علاش مش 3 بي سور 4؟ ب شو كيفاش بالنسبه للعبيد اللي مش فاهمه شيء، اوزر انت ريتك تجيك كوس بوزيتيف، تجيك الكوس هكا والسين هكا، خذهم واحده معناتها تبدا بوزيتيف والاخرى نيجاتيف، يعني مش سامبل كيما تاع بكري، مش راسين دو 2 سور 2 زوز كيما بكري. انت خذهم بوزيتيف على اساس كي تاخذ بوزيتيف شنو لونغ اللي يعطينا مش بي سور 4، حط في مخك اللي هي بي سور 4. انت توا واحد غاديكا مع بي سور 4، شيف شنو نستعمل توا؟ اكد اكد السيركل الثاني اللي حكينا عليه احنا، تيتا توا في الاكزامبل نتاعنا مش بي سور 4، اما انا مش باش ناخذ بي سور 4 هذا خاطر نبدل. شو كي نرجع شنو نلقى؟ نلقى اللي الكوس نتاعي هي بوزيتيف وسينوس شبه اللي نيجاتيف، نمشي نشوف انا البارتي اللي تبدا فيها الكوس بوزيتيف والسين نيجاتيف فرد وقت. يا الكوس بوزيتيف هاي لهنا هذه، والسين نيجاتيف هاي، انا البارتي دونك هنا في البارتي بتاع الموان تيتا، بيسكو تيتا تاخذيتها بي سور 4 دونك الموان تيتا هي موان بي سور 4، دونك لونغ اللي فاكس عليه راهو موان بي سور 4 ماهوش بي سور 4. مفهوم لولاده؟ بلاي مش مفهوم يقول هذا لازمنا نفهموها راهو قبل ما نتعدى. صحيت أسير اللي يسألني توا اللي يحكي توا صحيح مفهوم. أوكي يلا نفسخ. أوكي دونك تيتا نتاعي هي موان بي سور 4، دونك نجم نكتب زد 2 تام تاعي، زد 2 اللي هي غاسين دو 2 فوا كوسينوس موان بي سور 4 بلس اي سينوس موان بي سور 4. باهي الاولاد كان فما شكون عنده كيستيون تو باش نحل شويه الكيستيونات، باش ناخذ زوز وثلاثة عباد كان عندهم دي كيستيون، اللي عنده كيستيون هي الصبو وانا نحلو الميكرو. ياف شيماء تنجم باهي، شيماء سألتني باهي فهم شكون حالي بلقيس نجم تحل الميكرو تتكلم. الو اهلا بلقيس صافا مرحبا الحمد لله عايش. جست قبل شوية في صوت كاكاو بلقيس ها انت تسمع فيه؟ اي نسمع فيه. قول لي الفاكتوريزاسيون نسيش تعمل عليه اكزامبل. بالفاكتوريزاسيون الله يبارك، كون نعمل هذا دوزيام ميثود بالفاكتوريزاسيون نعملها. باهي باهي عاشك. اوكي عاشك. باهي سهيلة حل ميكرو تكال. اهلا مسيو. اهلا سهيلة صافا؟ صافا عايشك سهيلة صافا الحمد لله. قولي مسيو تيتا هي بي سور 4 هكا ولا؟ اي من الموان تيتا ديما موان بي سور 4
اي ما هو نحن قلنا انا قلت لك خذهم على اساس اوزل، خذهم على اساس بوزيتيف. هما كي يبداو زوز بوزيتيف مش تعطينا تيتا هي بي سور كات؟ هي هاي كي نمشي تاول السيركل هذايا انا فين بارتي سهيله؟ فين بارتي يعني؟ البارتي اللي البارتي اللي سين نيجاتيف والكوز بوزيتيف. يعطيك الصحه، اللي هي موان تيتا كيكا ولا وين التيتا؟ تو حسب التابلو كي حديتهم بوزيتيف شنو لقيتها تيتا مش بي سور كات؟ دونك ما راهدكش ناخذ انها موان وكا هذيك هي الحكايه، دونك موان بي سور كات ناخذ. داكوردو؟ اوكي. عرفت نعمل لي زيكزومبل زوز اخرين تو تزيد تفهمها مليح مليح ان شاء الله، باهي؟ عايش بزاف يعطيك الصحة. باهي ريم، ناخذ كيستيون الاخريني، قول لي ريم. سلام مسيو. الحمد لله مسيو. زاد دو هي نفسها زاد ان بار هكا ولا؟ زاد دو هي زاد ان بار، اي هكا. كي مسيو كيفاه مثلا الارغومون تاع زاد ان بار؟ نعم باش نطبقوا على زاد دو. اي الارغومون تاع زاد بار هو بيدو موال الارغومون دو زاد، وهذاك هو الشيء القيمة. باهي فهمت، هذه بروبريتي عاد تاع الارغومون، باش نشوفوها ان شاء الله في اخر الكور ان شاء الله. باهي بيان. اوكي عشك. باه يلا نكملوا الاولاد. اش قالت لي؟ باه فهم شكون قال لي وقتها باش نكتبها لهنا بالفاكتوريزاسيون بعد نحاها. ناخذ مثلا زد دو هذاك، هي شنو هي؟ ان موان زي. تمشي انت مثلا تحسب الموديول لك هي وحدك، الموديول مو راسين دو دو، تمشي خارج راسين دو دو لبرا اون فاكتور، شنو يقعد لك؟ كي تخرج راسين دو فاكتور مش تجيني 1 سو راسين دو 2 لهنا موان زي فوا 1 سو راسين دو 2 هكا ولا هذيا فوا هكا. نمشي نحسنها تولي راسين دو 2 فوا 1 سو راسين دو 2 تعطينا راسين دو 2 سور 2، والاخرى تعطيني موان زي راسين دو 2 سور 2. هذايا تو نحب نمشي نكتبها كوس حاجه تيتا، وهذايا نمشي نكتبها سينوس تيتا. اما لازم التيتا نفسها على اليسار وعلى اليمين، تمشي تشوف نفس الفازة، تنجم تشوف شكون الكوس لي راسين دو دو سور دو نتاعها هكاكا، وشكون سينوس موان راسين دو دو سور دو. دونك نرجعو نفس الحكاية اللي هي باش نستعملو التابلو باش نستعملو السيركل زوز فرد وقت. دونك نكتشفو اللي هي موان بي سور كات، دونك تولي راسين دو دو فوا كوس موان بي سور كات بلوس اي سينوس موان بي سور كات. نجم تعملوها طول يعني يا جماعة بالفاكتوريزاسيون كيف ما قالت صاحبتكم، وإلا هاكي بالكوس والسين ونلقى. واضح الأولاد؟ خلينا نتعداو نعملو اكزامبل اخر. يلا زد خواتا ناخذوها هي موان زان بلوس اي. اي كي يقولك ريزودر اي تخدم بالدلتا وتنجم اي بطبيعة لازمك تعرفها وتنجم تخدم من غير ما تعرفها. راه باش نقراها فورم اكسبونونسيال. اي باش كون اخر شيماء. باهي شيماء سالتني في مساج في البريفي. شيماء اجا احكي معايا في بعد السيونس، احكي معايا في المساج بريفي في الفيسبوك، معناها بعث لي مساج فيسبوك هكا البروفيل نتاعي اذا كان ماتت ونحكيو. باهي يلا نكملو. موان زان بلوس اي هذا باش نسميها، باش نسميها اخ 3 فوا كوس تيتا 3 بلوس اي سينوس تيتا 3. يلا الاخ 3 هي شناهي؟ هي غاسين دو دو زادا باش تعطينا الكوس تيتا 3، باش تعطيني بارتي ريال اللي هي موان زان سو غاسين دو دو. كان حسنا تولي مو غاسين دو دو سور دو. السينوس تيتا 3 تعطيني 1 سو غاسين دو دو، كان حسنا تعطيني غاسين دو دو سور دو. هكايا اوكي. دونك بعد هذوما زوج نخرج تيتا 3 قال قداش؟ شكون يقول لي الاولاد تيتا 3 قال قداش؟ 3 بي سور 4. باهي صحي تحليل. باهي هاي نفسركم كالعادة، ناخذو سهيلة اللي سألتني بكري. سهيلة ركز معايا، كي ناخذو زوز بوزيتيف مش نحنا نلقاو لونجل هو بي سور كات،
اما مره هذه الكوس نيجاتيف وسين بوزيتيف، يلا نرجع للسيركل. وقتاش الكوس نيجاتيف وسين بوزيتيف؟ هاي كوس نيجاتيف لهنا وسين بوزيتيف هاي لهنا، يعني انا فانا بلاصه في البي مون تيتا. دونك البي موان شكون التيتا؟ اللي هو بي سور 4. دونك بي موان بي سور 4 نمشي نكتبها. دونك تيتا 3 هو بي موان بي سور 4 اللي هو يعطينا كي نعملو ميم دينوميناتور يعطينا 3 بي سور 4 كيف ما قالوا قال صاحبتكم. اوكي صحيت سهيل. باهي يلا دونك زد 3 ايت ايغال غاسين دو 2 فوا كوس 3 بي سور 4 بلس اي سينوس 3 بي سور 4. واضح. انا نعملو كاتريام اكزومبل والاخريني في الفورم تريجونومتريك وبعد نتعداو حاجه من بعدها. يلا زد 4 اللي هي موان زان موان زي. باش نعملو نفس الخدمه الاولاد المفيد تطلع لنا الموديول هي غاسين دو 2. مره هذه شنو هي لونجل هو الاولاد؟ مره هذا سين نيجاتيف شي يجيني وش يجيني كوس نيجاتيف. ها دونك انا في البانا بارتي، دونك انا في البارتي نتاع بي بلس تيتا. واضحة باش نخدمها طول من غير ما نخدمها با ديتاي. نورمالمون الناس الكل فهمت تو مرة هذي. دونك شنو تعطيني؟ بي بلس بي سور 4 اللي هي 5 بي سور 4. دونك 5 بي سور 4 اوكي. واضح الاولاد؟ باهي. انا ميثود بالكالكولاتريس تاو كيفاش نطلعوها؟ ها باش نعملها لهنا تاو هكايا. باهي باش نخدم الزد كات. باش نخدم الزد كات كيفاش نطلع لونجل بالكالكولاتريس. اما انت في الخدمه حاول تولي وقتها تستعمل وتخرج له اون فاكتور راسين دو 2 تكتب له اللي هي تولي مون راسين دو 2 بلس مون راسين دو 2 سور 2 اي، ومن بعد تكتب له اللي هي 5 بي سور 4 طول. يعني مفهوم باب الكالكولاتريس كيفاش نعملها؟ نمشي نعمل انا شو لقيت لهنا. باش نعمل زد 3 باش نعمل زد 3 خاطر لهنا ما خدمتهاش كاملة. دونك زد 3 هي موان زان قلنا بلس اي كيكا ولي، ولقينا كوست تيتا 3 اللي هي باش نفسخها هذا من بعد الولادة ما هاك تقعد لكم في التسجيل. وسينوس تيتا 3 اللي هي غاسين دو 2 قلنا سور 2. شو نمشيو نعملو؟ نمشيو نعملو كوس موان زان نتاع كلمون غاسين دو 2 سور 2 هذيك نتاع الكوسينوس اللي لقيناه في الكوس. بعد ما نلقاو هذاك انا نمشي نخدمو بكالكولاتريس ومن بعد نمشي بليتاب بليتاب. باه نعمل انا باش نرجع مود كومبلي مود كمبيوتر اللي هو العادي. ترى نمشي نعمل كوس موان زان كيفاش نعمل شيفت من بعد كوس نعمل مون غاسين دو 2 سور 2. شو كيفاش نحط موان الحاجة الحاجة هاي بالفلسة هذه تحت الكالك. دونك الفوق تعطيني غاسين دو 2 لوطا تعطيني 2 نسكر البارونتيز ونحط ايجال. كي حسبتها تو جاتني 135 لازم نخدم بالدوغري. كيفاش نعمل بالدوغري الاولى دوزر شو ركزوا معايا شيفت ومن بعد نرجع لهذيك شيفت ومن بعد مود. كي نعمل شيفت ومن بعد مود تجيني هاي فما الدوغري فما الراديون. انا نخدم بالدوغري لازم هنا كي نجي راديون ما تجينيش نفس الحاجه. دونك بالدوغري يلا نرجع شو لقيناها؟ نحن لقيناها 135 كيكا ولي. من بعد 135 نمشي نقسمها على 180. خلينا نكتبها لهنا في هذه المره لقيناها 135. نمشي تاو نعمل 135 نقسمها على 180. يلا كي نقسمها شنو تعطيني لهنا؟ تعطيني 3 كار داكورد ولي 3 كار. حط في مخك اللي هي حط في مخك هكا اللي هي 3 بي زيدها البي 3 بي سور 4. واضح؟ اما راهي مش ديما 3 بي سور 4 باش نفسركم علاش. لازمك تزيدها سيني نتاع تزيدها سيني نتاع السينيوس. ريت تروح لونجل هذا تزيدو سيني معناتها كان السينيوس بوزيتيف تخليها بوزيتيف كيف ما هك. كان نيجاتيف سينيوس تزيدها سيني موا. نرجع نشوف السينيوس شنو لقيتو انا السينيوس اللي هو بوزيتيف يعني خليها بوزيتيف. دونك لونجل نتاعي في الاخر هو 3 بي سور 4 كيما لقيتها لهنا. مفهوم الاولاد؟ دونك شنو نعملو؟ ديما نعملو كوس موان زان تاع الكوس موان زان تاع اللي لقيتو في الكوس
ومن بعد بالدجري نلقاه قداش، ومن بعد نقسم على 180، ومن بعد نلقاه نزيدو بي ونزيد ونخدم بالسين معناتها السيني نتاع السينوس. بيخلي نور ما نجمش نوري خاطر ما عنديش الشارب، انا راهو مصبوبه عندي. علاش قسم على 180؟ باش تعطينا، باش تعطينا لونجل، ما هو البي هو 180، دونك باش تعطينا لونجل قداش بالضبط، معناتها 135 قداش تجيب بالضبط على 180، فهمت كيفاش؟ باش نخرجوها بالبي نحنا نحبو. ما فهميش؟ ليه ليه فما؟ علاش ما فهميش يا اخي؟ كوسمو سامحوني يا اخي، كوس موان زان تي والله، حتى انا حقني جاوبتكم من الاول، يعني الكوس موان زان تاع هذايا ما هو تحسب بالشارب، باش تقسم على 180 ما موجود في الشارب زاد. ومن بعد الخدمه هذه اللي خدمتها الكل انا من مخي، هذه تاع 3 بي سيركات، مفهوم الاولاد؟ في الشارب يا اخي مش تعطيكم حاجه على حاجه، كما ما تعطيكمش حاجه حاجه، شوفوا فما شكل اس دي هذايا فلسه تعطيك حاجه، مثلا تو هكي تعطيني 0.75، انزل على هذه تعطيني 3 ترا. زيدوا احكيوا معايا شويه خلينا نفهم، ترى كان بحذيكم الشارب جربوه وقولوا لي خرجت لكم تروكار هذه ما خرجت لكمش. باش كون يحب يسال ايه يا ترى؟ حل ميكرو ايه. سلام مسيو. اهلا ايه سافا؟ لا سافا، اللي جيت باش نسالك عليه وجاوبت عليه. ميرسي. باهي داكور اوكي. اي 0.75 ما جاتكش تروكار. والحقيقه ما نعرفش الفلسه شنو هي باش تجيك حاجه على حاجه في الشارب. نحكيك الشارب رايت فيور، او مش نحكي اي شارب هكا. فما قال لكم صاحبكم اسيغ بي، ترا شوفوا جربوها في كلمه اسيغ بي، شوفوا شنو تعطيكم، قولوا لي جاتكم تروكار ولا لا. ايه مش مستناك، قول لي جات ولا ترا. لا لا من غير كومبلكس، في المود عادي. اوكي هيبة اوكي، اما نحب اي ترى تجاوب. كور هنا نعملو في ديز اكزامبل امانيا، اما الاكثر هي كور، خاطر قلت لي مش نعمل كور، خاطر انا تو الكور هذه الناس اللي مش فاهمها شايف الكومبلكس، يعني كانك انت افونسي شويه قلت لك، قلت لكم راهو اللي فاهمين شويه من غير ما يدخلوا بيضيعوا وقتهم، فهمت؟ خاطر انا مش نخدم معاهم بشويه بشويه، وكيك على طول العام ديما بشويه لين هما يتحسنوا، قلت ربي ياخذوا ملي يكونوا باش ياخذوا 5 6 يوليو ياخذوا ان شاء الله ياخذوا فوق ال10، معناها اللي يبدا مأيس معناها نخدم معاه بشويه بشويه. المتوسطين نسيت ما حكيت لكمش، في انا في وسط العام مقلنا باش نعملوا، مقلنا باش نعملوا نقراو على العام كامل، اما مش نقريكم الناس كلها كيما بعضكم، مش نقري، قسمكم دي جروب، الضعاف جروب وحده والمتوسط والقوي معناتها كيما نقولوا فوق المتوسط مع بعضهم، معناتها باش نقسمكم على دي جروب. اللي يبدا ضعيف ما يقوليش راني متوسط، يضر روحه، راه خاطر انا في الضعيف نبدا نمشي معاهم بالسياسه بالسياسه ما نزربش، وكي يبدا متوسط ولا قوي ما يقوليش ضعيف، ما يضرش روحه زاد ويخسر برشا وقت. داكور دو الاولاد، لازمك انت اول حاجه تدخل معانا تاخذ الباك، ثاني حاجه تقول لي انا شنو هي النيفو نتاعي باش انا نعرف وين نحطك. كي تبدا انت نيفو متوسط ولا قوي نعمل لك الكور كلي رابيل دو كور تك تك ما نبطاش فيه ياسر، ونبداو نخدمو اكزرسيسات كلي صعب شويه. داكوردو بالنسبه للساهل نقريكم بشويه بشويه الكور نين تفهموه بالكدا، ونعملو ديزيكزرسيس بالساهل ونحنا نمشيو نصعب. واضح الاولاد كيفاش الخدمه تصير؟ التقسيم هذايا بعد ما نعملو سيونس دوزيام سيونس، ريت بعد ما نعملو دوزيام سيونس خاطرها جراتويت، وقتها عاد انا باش نقسم. فما شكون اللي باش يشارك معايا كيف ما حكيت بكري الباك، فما شكون باش يشارك معايا؟ نولي انا نسال ونقول انت فانا نيفو، يقول لي راني في النيفو الفلاني نحطه، وابارتير من السيمين الجايه نوليو نخدموا على قاعده، نوليو نختاروا وقت معين في اكس نقراو بيه، معناتها عندنا ساعتين معينين في الجامعه ديما نقراو في الساعتين هذوك، وفي الجروب نتاعك يعني كانك ضعيف تقعد مع الضعاف، كانك قوي هكا معناتها متوسط وفوق المتوسط ولا قوي هكا مع الجروب نتاعك. واضحه؟ باهي قد ايه؟ باهي جرب خلينا نكمل هذه الحكايه فرد مره تتفضل. باهي اوزول تعرفش كيفاش قريت لي يحب يسال على الديتاي نتاع الباك ويحب يقرا معايا عام كامل، يعني عام كامل من الريفيزيون بالدنيا الكل ورا وسوم مرفق، احكيو معايا يجوني في البريفي هاكا الكونت اسمه ميد مات، خاطر ما نعطلوش اصحابكم هاكا ميد مات اللي هبط لكم على الجروب، معناها ابعث لي ميساج بريفي قولي مسيو راني نحب نشارك معاك كذا كذا بقداش، وانا تو نعطيك لي ديتاي الكل. واضح لولاده؟ خاطر توا خلينا نكملوا نقراو من غير ما نحكيو ياسر على الفلوس وعلى الباك. داكوردو اي اكيد كسوم بيا، لخاطر الحقيقه اي خاطر
معناتها بلا فسرت لكم انا بكريك علاش. يلا حسيو مفهوم فصل الكالكوليتريس الولاد نورمالمون سافا اي خمسة فسخ هذايا ونتعدى حاجه من بعد. عاشك سهيل. بارتي الباك احلامي، حتى هذه بارتي باك راه تحكي بارتي ممكن صعيبه شويه وديما تجي بالطبيعه باش نقراوها. باهي ندخل طرف الفورم اكسبونونسيال. سيرين لا فيزيك لا الحقيقة، وكان أنا الحقيقة أنا عندي شكون يقري فيزيك، أنا مازلت ما تفهمتش معاهم على القاعدة صحيحة ونعرفهم باهيين زادا يعني فهمتني. كان فما فيزيك فما أي تطورات جديدة تنعلمكم بها، أما بور لو مومون كان ما تكهو راهو داكوردو فما تسجيل. أي حتى كي باش نقراو في وسط العام ديما فما التسجيل نتاعكم، تلقاوهم في جروب بريفي بالطبيعة. لين يحضر انا خاطر نعمل في سيت توا، لين يحضر سيت جامعتين اخرين، تولي في السيت نتاعك عندك الكونت نتاعك وعندك لاكسي عندك مود باس والدنيا، تدخل تلقى الكونت نتاعك تلقى فيديوهاتك تلقى الكور تلقى لي زونجستخمون تلقى الدنيا الكل. اما بور لو مومون لي دو سيمين هذوما باش نعملو في جروب بريفي في الفيسبوك داكوردو، يعني اللي باش يشارك معانا في الباك هو اللي ندخلو في الجروب هذاك داكوردو الاولاد. فرضا فما واحد ما شاركش معايا في الباك ميساج ما فما حتى مشكل، ويحب يسالني معناتها اي سؤال في وسط العام يسالني نورمال ونجاوبه فهمتني. مثلا بون مش دوما تفهمي، مش مثلا يبعثوا لي اكزرسيس حتى باش يشاركوا معايا، مش معناتها يبعث لي اكزرسيس كامل يقول لي مسيو اخدم لي الاكزرسيس هذا، على خاطرني انا ما عنديش برشا وقت نخدم وكل شيء. جوست مثلا عندك اكزرسيس وحلت فيه كيستيون، ابعث لي يقول لي مسيو راني هذا مثلا تخوازيامون بوتيتا مسيو حلت فيه، داك نخدمها لك يا اما نجاوبك بالوقت يا اما بالفوكال يا اما نخدمها لك ونبعثها لك داكوردو. كلك سوا هذه الحكايه هذه اللي باش يشاركوا، اللي ما يشاركوش راه ما يقلقنيش انا، كيف كيف نجموا تسالون الفايده تنجحوا كل شيء داكوردو الاولاد. لونجستخمون باش نهبطوا في الجروب تاو بور لو مومون في جروب فيسبوك، باش نهبطوا يا اما عذرولي يا اما في باك سيونتيفيك سيونتيفيك يا اما في زويري زويري سكول في الزوز، ما تبش مش يا اما في الزوز باش يهبط، وفي الباج نتاعنا اللي هو بيوما اكاديمي. باه حاجه اخرى الاولاد، فما انا ديجا من عاملين وعامل شين يوتيوب حاط فيها دي فيديو، الشين اسمه بيوما اكاديمي شوفوها تلقاوها. ركزوا معايا مليح مليح في الفاز في الديتاي هذا. يا باه لحظه بركه اوكي، عندي شين يوتيوب اسمها بيوما اكاديمي ادخلوا شوفوها. شي باش تلقاو في البلاي باش تلقاو كلمه اكوي، يظهر لي اكوي لهنا باش تلقاو فيديو، ركزوا معايا كيفاش باش تنجموا تخدموا لهنا تلقاو بلاي ليست، انتوما تدخلوا للبلاي ليست هذايا. شي باش تلقاو باش تلقاو دي فيديو نتاع باك مات، باش تلقاو دي فيديو نتاع باك سيونس ونتاع باك تكنيك وانفو زاد وانفو وايكونومي. انت كيك باك سيونس ادخل لي بلاي ليست نتاع باك سيونس تلقاها هكا كل واحده مقسمه وحدها، كيك باك تكنيك ادخل باك تكنيك، وانت ماشي هكاك تشوف شنو سيكسيون نتاعك وتدخل تلقى دي بلاي ليست شنو فيهم هذوما. فما دي زيكزرسيس على عام كامل، في كل شابيتر ياخذ دي زيكزرسيس مصلحهم، وزيد فما دي بلاي ليست نتاع كالكولاتريس، فما اون بلاي ليست نتاع كالكولاتريس كيفاش نستعمل كالكولاتريس شارب بالديتاي، كيفاش حتى في الليميت حتى في كيفاش نجم معناتها تستعمل كالكولاتريس في لي شابيتر هذوك. واضح لولادة؟ هاكا ادخل اكتبوا على اليوتيوب تلقاوها هالشي مريقل. اي باش نهبط في اليوتيوب ان شاء الله. هاي عايش كاسو هاي اوكي يلا نكملوا يا جماعة نقراو يلا. قداش مازال باهي مازلت نص ساعة نجمو نكملوا فيها ان شاء الله البارتي اكسبونونسيال. وكاين ولينا كي نكملوا اكسبونونسيال كاين كملنا نشطر الكور، يقعد لنا البارتي الاخرى من بعد البارتي جيومتريك ماهيش صعيبة برشا الحقيقة. باه يلا خلينا نبداو. كي نعمل طوالة كي بالاحمر ما ترى حاجة جديدة في الكور. باه عندي دي فورمول انا لازم يكون حافظهم باركور من الاخر معناتها الاولاد. باه عندي مثلا الان هذايا شنو كيف نكتبها سو فورم اكسبونونسيال. الاكسبونونسيال كيفاش قلنا الفورم نتاعها هي ار اكسبونونسيال اي تيتا، لازم نعرف الار ولازم نعرف التيتا هكا ولا بخمسة صغيرة. الان شنو نكتبوها الموانزان كيف كيف، الاي كيف كيف، والموانزيه كيف كيف. شنو تكتب علاش هذوما الاربعه بالذات؟ تقول على خاطر هما اكثر واحدين نستعملوهم الحقيقه، معناتها نستعملوهم ياسر. الان هي شنو هي اكسبونسيل اي زيرو، الموانزان هي اكسبونسيل اي بي،
الاي هي اكسبونسيل اي بي سور 2، لوغ هي اكسبونسيل موانز اي بي سور 2. هذوما لازمنا دو حافظينهم. هاو كي نعطيك مثلا ديمونستراسيون تاع واحد، اش نعطيك تاع هذا؟ شنو اكسبونسيل اي بي؟ الاكسبونسيل اي تيتا، اش نعطيك القاعده جينيرال؟ اكسبونسيل اي تيتا ما هي كوست تيتا بلس اي سين تيتا، هكا ولا هذا لازم نكون حافظينها. هكا من الاكسبونسيل تتعدى للتريجونومتريك. كي نعملها لان شنو باش تعطيني؟ كوس بي بلس اي سينوس بي. احنا مو نبداو الجدول التابلو نتاعنا حافظينه، ولا الكوس بي هي تعطينا موانز 1 والسينوس بي تعطينا 0. هاي كي نحسبو ديما بعض تعطيني الموانز 1 هذيك. يوسك انا شو ما قدش نحسبو كل شيء، هاني الاربعه دوما نحفظهم وكها والسلام. اش معناها اكسبونونسيال وعلاش نستعملوه؟ باهي هذايا باهي الاكسبونسيال هذايا سيتي اون فورم تاع نومبر كومبلكس. كانك سالتني فورم تريجونومتريك كيفاش نستعملوها يعني. هذه فورمة لازم نكون نعرفها، فيها دي بروبريتي يسألون عليها أسئلة ونحن نجاوبوا عليها وكا. أما هي راهي معناتها صعيبة شوية، أصعب من الفورم الجبريك وأصعب من الفورم تريجونومتريك. فيها دي كيستيون معناتها ساعات يجيبوك دي كيستيون صعب شوية. داكوردو، أنت لازمك حاسينو باش نخدمه لك اليوم، لازمك تحفظو باركور وكا هاو لي فور لي بروبريتي نتاعها وكل شيء. باهي وبشوية بشوية تتحسن إن شاء الله. باهي مريم، باهي فسخ هذا. يلا عندي دي فورمول باش نكتبها لهنا، تسمى فورمول دو لير. باه شو مهم لي دو فورم لي فورمول دو لير؟ هما دو فورمول. الفورمول الاولى شنو هي؟ باش نكتبها كل وحده وحدها، هذا هوني وهذا لهنا. الفورمول الاولى تقول لنا لي كوست تيتا ات ايغال، شكون يعرف الاولاد يكتبها لي؟ ترى في قبل ما نكتبها مازلت ما قريتش. باهي اوكي احلام، باهي اوكي، فما حتى مشكل، يعافيك بصح. باهي ركزوا معايا، الكوست تيتا هي اوكي، فما الجواب صحيح. ها دونك اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان زي تيتا سور دو، واضح؟ هذا هي الكوس. يعني انا كيفاش نجم نخرج كوسينوس وحده اون فونكسيون دو تيت دو اكسبونسيال اي تيتا؟ معناتها نحب نخرج كوسينوس بالليز اكسبونسيال بالفورمول هذا، واضح؟ نعمل لكم ديمونستراسيون نتاعها. ترا اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان زي تيتا، علاش هي كيكا سور دو؟ اكسبونسيال اي تيتا مش كوس تيتا بلس اي سين تيتا، قلنا باهي. الاخرى الاكسبونسيال موان زي تيتا نحفظها اللي هي كوست تيتا موان زي سين تيتا، الكلها سيغ شنايا؟ الكلها سيغ دو. بون انا محل نكتب خاطر شوف فسخ، هذا مش منظمة. ايش عندي؟ عندي سامبليفيكاسيون هذي وهذي، اش تقعد لي كوست تيتا وكوست تيتا تعطيني كوست تيتا سيغ دو، نشطبو هذوما الزوز تقعد لي كان كوست تيتا، مفهوم؟ هذا هي ديمونستراسيون تاعها. اما انا باش ما نقعدش كل مرة نحسب وكل شيء، نحاول نحفظها وكا هو لي فورمول دو لير لازمهم يتحفظوا. يلا نفسخ هذايا. صحيت صحيت مريم، ايميل زاد صحيت. اوكي يلا، سينوس تيتا هي شنيا؟ هي اكسبونونسيال، لحظة بك خلينا نسطر، هي اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان زي تيتا لوتا مش سيغ دو، لوتا سيغ دو زي. هكاك عملوا نفس الديمونستراسيون هكاك، عمل واحدة كوست تيتا بلس اي سين تيتا والاخرى كوست تيتا موان زي سين تيتا، ما قدامها موا راهو، خاطر لهنا عندنا موا هاي لهنا، اتو تطلع لك نفس النتيجة هذا. داكوردو الاولاد، باهي عندنا فورمول اخرى مهمة برشا برشا، ماهيش تابعة لفورمول دولار هي لا محالة، اما مهمة ياسر الفورمول هذي. واش نعملها بلون اخر؟ شو تقول لنا الفورمول؟ تقول لنا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان زي تيتا ات ايغال، شوش نعمل؟ لقيتهم لي دو زونجل هذوك واش نقسمهم على زوز، تولي تخرج اي الفوق تولي تيتا سور دو بلس تيتا بريم سور دو. يلا شو كيفاش نجم تحفظها وحدك؟ انا مني باش نخدم ومني باش نحفظها لكم كيفاش تحفظها؟ اعذرني، قلنا كل اونجل نقسمه على اثنين، هذا واضح، ونخرج اي اون فاكتور بالطبيعه بالبلوس، نخرج كل واحده قسمها على زوز. باهي توا باش تولي فيها اكسبونونسيال لهنا، بويسكو عندي بلوس لهنا، دونك لازم نحط بلوس لهنا،
وعندي اكسبوننسيال اخرى، متفاهمين؟ ولهنا يتسكر البارونتيز هكا، لهنا عندي اي زاد ولهنا عندي موان زي. نحل بارونتيزاتي، شوش نعمل تو انا فيش هذي كيفاش نضربها في هذي كيفاش ترجع لي الاكسبونسيال ايتيتا الاولاني. خلينا نفسر لكم حاجه، تبدا عندي اكسبونسيال ا في اكسبونسيال بي، عارف راهي اكسبونسيال ا بلس بي. الاكسبونسيال القواعد نتاعها كيما قواعد البويسونس قبل، تذكروا البويسونس كي نعملوا ا بويسونس ان في ا بويسونس ام تعطيني ا بويسونس ان بلس ام. كيف كيف في الكومبلكس في الاكسبونسيال، اكسبونسيال ا فو اكسبونسيال بي تعطيني اكسبونسيال ا بلس بي. يعني شنو باش نكتب لهنا انا باش كي نجمعها مع هذه، خاطر باش كي نضرب مون تجمع فوقاني باش تعطيني تيتا. مفهوم كيفاش تحفظها؟ باهي خلنا نحي هذا، نحي هذايا وهذا، يلا قاعدين تكتبوا موافر خاتي موافر لهنا، مش هذه فورميل دو موافر راهو باهي أحلامه. ولا ذولي تحبني انا نجي نكتب لك فورميل دو موافر تون بعد نكتبه. باهي اكسبونونسيال اي اي تيتا سيغ دو شنو هي نزيدها باش تعطيني تيتا؟ مش كاينها شطر تيتا هذايا، شنو نزيدها باش تعطيني تيتا؟ مشطر اخر. باهي تو تيتا بريم هذايا كي باش نجمعها، انا ما عنديش تيتا بريم لهنا، دونك نحيها هذايا، هذي بلوس نعملها موا، دونك موا تيتا بريم سيغ دو. مفهوم هذولي الاولاد كيفاش لقيناه لونجل هذا؟ توريت اللي تكتب هذا لهنا تعاودو هون، ما فيها شيء. وفيت الحكي. واضح الاولاد؟ باه يلا هنكم تو هذايا، هذايا تو اكسبونسيل اي حاجه بلس اكسبونسيل موان اي حاجه، مش تفكرنا في الفورمول نتاع اكسبونسيل اي تيتا بلس اكسبونسيل موان زي تيتا اللي هي هذايا، هذي هذايا مكتوب بالزوز، متفكرني في الفوقانيه هذي اللي هي البارتي الفوقانيه، البارتي الفوقانيه وحدها شناهي دو، هذي ما قسمه نمشي نهز الفوق تولي ضرب تولي دو كوس تيتا، يعني هذه بلس هذه تعطيني دو كوس اك لونجل هذاك. باهي فما شكون باش يسالني يقول لي يا اخي هاي هذه تيتا وهذه ماهيش تيتا، هذه تيتا سيغ دو مون تيتا بريم سيغ دو. نقول له راه القاعده هذه فورمول دولير تطبق على اي اونجل في الدنيا مش كان تيتا، حط اي حاجه، نجم نحط كوس نعش انا اي حكايه، كرهبة قال اكسبونسيل اي كرهبة بلس اكسبونسيل موان زي كرهبة ما يهمش. دونك انا كرا لهنا لونجل هذا يتعاود لهنا ولهنا الاكسبونسيل اي ولهنا اكسبونسيل موان زي طول يمشي في مخي اللي هي دو كوس من الاخر، لونجل بالطبيعه يبقى نفس لونجل اللي محطوط لهنا. واضح راني قاعد نحكي بالديتايل ولاد، خاطر بالحق برشا راهم يوحلوا لهنا على الاخر معناتها ما يفهموش علاش اصلا تصير في ذلك. بهذا اللي هو دو فوا كوسينوس نفس لونجل اللي نلقاو اللي هو تيتا سيغ دو موان تيتا بريم سيغ دو. واضح اوكي يلا دونك كي نكتب انا الفورمول تاع تخرج لي دو كوس هذيك باش نخرج على برا نضربها في كل اكسبونونسيال هذه اللي قعدت ها اللي هي اي تيتا سيغ دو بلس تيتا بريم سيغ دو. واضح الاولاد وعندكم الحق تستعملوها طول هذايا، نجم تستعملها طول يعني. باه هذه بالنسبه للاولانيه، عندي واحده اخرى اللي هي تبدا بالسينوس. يا كي نعمل اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان اكسبونونسيال موان زي تيتا بريم، هذي بريم لولاد خطفت وحدة ظلي انا نسيت مكتبتهاش تيتا بريم هاكيك هاكيك بالضبط. باه خايف لا نطلع مكتبتش بريم بكري ونفسر لكم، يظلي بريم كاتبها في بريم بكري حاسب. يلا كي نعمل بالموا هذي شو باش نعمل؟ باش نخرج كالعادة كل الشطرات هذيك اللي عملتها بكري، هي تيتا سيغ دو بلوس تيتا بريم سيغ دو. يلا شو يقعد لي؟ شو يقعد لي هنا؟ قلنا اكسبونونسيال اي تيتا سيغ دو هذيك نعاود نحطها خاطر الشطر الشطر تقعد لي كاملة، ولهنا العكس نتاعها اللي هي موان تيتا بريم سيغ دو. لهنا عندي موا هنايا دونك لهنا نكتب موا اكسبونونسيال موان زي تيتا سيغ دو موان تيتا بريم سيغ دو هكاك صحيح الكلها هكايا كملت. اوكي باه تو كالعادة ريتها هذايا تو كتبناها فاش تفكرني خلينا نكتبها مليح
هذا فيش تفكرني يا جماعة؟ تفكرني في الفورمول دو لير الثانية، مش كاينة اكسبونسيال حاجة إلا اكسبونسيال موا اي حاجة هكا، دونك هي بيدك دو زي دوك مطلعها الفوق، تولي دو زي سينوس اك لونجل مكتوب الفوقاني، دونك هذايا يقال دو زي سينوس تيتا سور دو موا تيتا بريم سور دو، واضح؟ يلا خلينا نكتبوها في النظافة، دونك اش تقعد لي؟ كي تيقال دو زي سينوس تيتا سور دو موا تيتا بريم سور دو فوا اكسبونونسيال اي تيتا سور دو بلوس تيتا بريم سور دو، واضح الأولاد؟ باهي، مش نشوفو كوس بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا، باهي أحلام عندك الحق، أنت ذولي أفونسي شوية أحلام ماكش باهي، تعرف وقتاش هذاك الكوس نشوفها بوزيتيف ولا وسين لا، وقت اللي يقول لك كخيخ سو فورم اكسبونونسيال، أنا تو قاعد نعطيك في دي فورمولا كهاو. كي يقول لك فورم اكسبونونسيال المهم تكتب ار اكسبونونسيال اي تيتا، والار لازم بصفه علينا لازم يكون بوزيتيف، وقتها لازم نفركس. انا تو قاعد نعطيك في دي فورمول وكها، مفهوم احلامه؟ اوكي فهمت الفرق. اوكي باهي، لهنا الاولاد عندي رومارك صغيره، ريت هاك الدوزيه هذيك باش نبدلها، ريت الاي هذايا منها فازره. باهي بلقيس عندها سؤال، بلقيس حل الميكرو ترى، نسمع فيها مسيو. اي نسمع فيك. ولا يرجع لي الاكسبونونسيال في السينيس اللي ما بين اللي في البارونتيز هذا الثانية ولا البارونتيز لو؟ لا لولا لولا تاع السينيس اكسبونونسيال اي بيسور بيسور اللي في البارونتيز دخلاني الموا هذيك. هذا يا معناتها الاخرى. باهي اوكي. اي كيفاش ما فهمتهاش يعني؟ اي اغزل باش نقارن، شوف باش نقارن ما بين البارونتيز هذايا والفورمول تاع سينوس، قاطرة فيها الفورمول تاع سينوس. اي اغزل باش نعمل بالدور حمر تبعني وبعد نفسخ، هذايا هي نفسها هيث باش نعمل مقارنة باهي، وهذايا هي نفسها هذايا، وعندي موان صحيح ولا؟ اي حتى الموان موجود يعني. اي دونك شنو هي عندي الفورمه هذه الفوقانيه، معناها الموا اللي في وسط البارونتيز كيف تنشر الاي تولي بلوس، خاطر ما فهمتش الموا اللي ما بين تيتا سور دو و تيتا بريم سور دو. انا تحكي على ماهيش ما بين الاكسبونونسيال. باهي اغزل القاعده فهمتك انت دو زي هذه فهمتها، هذه الاخر معناتها انا خاطر ما فهمتش السؤال. انا تحكي على الموا هذايا يعني، فسرتها من جد ديجا فسرتها من البارونتيز لهنا، ركز معايا احلام تاع اوزلي، عندي تيتا ولهنا موان تيتا بخيم، لهنا قلنا نقسمهم على زوز ولا ايه؟ باهي اعطيني هذي كيفاش نجمعها مع هذي، نحب الاولانيه تقعد لي تيتا، دونك عندي تيتا تنحي النص معناها. انا عندي نص نحب نزيدها نص باش تولي كعبه كامله صحيح ولا ايه؟ باهي تو كي نتعدل الثانيه، انا عندي تيتا بخيم سور دو، انا في الاولى عندي تيتا بخيم. نو كيفاش نحيها تيتا بريم سور دو بموان تيتا بريم سور دو، فهمت الفازا؟ اي فهمت. كيني خرجت قاعد نرقع، قاعد نصلح انا في اللي قاعد نعمل فيه. اي فهمتك. داكورد ميسي عاشك. باهي يلا خلينا نفسخ هذا ونكمل هكا وهكا. اوكي يلا يا جماعه، به قلنا فما رومارك لهنا بربي، ركزوا معايا الاي هذه نحب نحاها، الاي كيفاش تتنحى هذيك؟ تولي دو سينوس تيتا سور دو موان تيتا بريم سور دو، الاي كان نرجع طوينا من الاول ايتيغال شنو هي الاي؟ هاي رجعت لكم هي اكسبونسيل اي بي سور دو صحيح ولا؟ دونك الاي هذه باش نبدل اكسبونسيل اي بي سور دو، يلا باش نخدم لكم بالسياسه الاولى، رديت اكسبونسيل اي بي سور دو وعندي اكسبونسيل اخرى اللي هي تيتا سور دو هكاكا بلوس تيتا بريم سور دو هكاكا ساعه. يلا تمش عندي زوز دوز اكسبونسيال مضروبين في بعضهم، شنو نعمل لهم؟ جوست نجمعهم، سوا لي اكسبونسيال اي عندي تيتا سور دو بلوس تيتا بريم سور دو بلوس بي سور دو. باهي شوشي باش نعملو توا، باش نعملو فاست الفورم، باش نعملو فورم اكسبونونسيال اللي قتلنا عليها صاحبتكم بكري. باهي نعملو اكزامبل باش نستعملو لي فورمولا هذوما،
نخدم وحده تو باش نعطيكم وحده تخدموا هني في الدار، واضح الاولاد؟ باهي بريميرمون السيونس الجايه ما تنصلحوها دوما ندخل ونكملوا الكور نتاعنا. المره الجايه ان شاء الله باش نعملوا لي زيكواسيون اللي هما دو سكون دوغري اللي هي بزيت كاري والتروازيام دوغري، ومن بعد باش نعملوا بارتي جيومتريك، البارتي جيومتريك اللي هي فيها اكل كاري واللوزونج والريكتانجل والكاري سي قلتها والباراللوغرام وحتى الترابيز. الترابيز اللي هو يبدا هكا بون هكا بين قلبه والا شبه منحرف يعني، مفهومه؟ نعملوا بارتي جيومتريك اللي هذه تسمى اسهل بارتي في الكومبلكس، ناخذ مهارة قاعدة صحيحة ونكملوا إن شاء الله نحاولوا نكملوا الكور دا كور دو الأولاد. مازال طويل الدرس شيماء على خاطر هو أطول درس في العام، طويل ياسر والحقيقة لازمك تركز معاه برشا تلمون طويل، معناتها متعرفش حتى شنو يجيبولك، معناها فهمت؟ ينجمو يجيبولك معناتها ليكواسيون سكون دوغري ومن بعد يتعدلوك بارتي جيومتريك كيما لا ما يعطيكش هكاكا جملة متعرفش علاه. في الكور مازلتو في لافيكس، مي هانا نحنا لهنا مازلنا مستخلطنا ليش لافيكس وراسينينيان بالطبيعة أكيد باش نقراو زاد راسينينيان داكوردو، مو راسينينيان تابعة لي زيكواسيون يا بلقيس، وأنا قلت باش نقراو لي زيكواسيون. باهي يلا خلينا نكمل ليكزومبل، خلينا ناخد نكمل الآخرين في الدرجين هاذو. باهي شو شنيا عندي باش ناخدو متر sous forme exponentielle. وطن هبط لكم اكزرسيت يا الاولاد نخدمهم. السيري الموجود على اليمين الاولاد هذايا كان انت فاهم شويه تنجم تخدم لي زيكواسيون، سينو السيونس الجايه هذه باش نخدموا منها داكوردو. باهي وطن نعطيكم نهبط لكم في الجروب اكزرسيس على المتر على الفورم اكسبونسيت، نعطيكم اكزرسيس حاولوا تخدموه وحدكم زاد، واللي مثلا يخدم يبعث لي مثلا في البريفي يقول لي مسيو صحيح ولا وانا نصلح له داكوردو. باهي ناخذ مثلا زد 1 هي 1 بلس اكسبونونسييل 1 بلس اكسبونونسييل اي تيتا، وناخذ مثلا تيتا ابارتونون ا 0 دو بي. لازم لهنا كيف تستعمل الفورم اكسبونونسييل ماذا بي لازم يعطيك تيتا فانا انترفال ناخذ تو هذه اكسبونونسييل تيتا هي موجوده، اما فما 1 بلس هذه ماهيش فورم اكسبونونسييل. شنو هي الفورم اكسبونونسييل؟ لازم تكتب ار فو اكسبونسيال تيتا، لازم هكا افيك شنو لازم اخر، لازم الار تكون ستريكتومون بوزيتيف، لازم كذا تفيريفي هي اصعب خدمه هي الار هذا بوزيتيف، لازمك تبينها وقتاش بوزيتيف وقتاش لا. يلا يعني نفسخ هذايا اش نعمل الاولاد في الحاله هذايا. كل ان هذيك نمشي نبدلها شنو اكسبونسيال اي شنو زيرو، وين وريتها لكم هذه اكسبونسيال اي زيرو في الورقه اللي قبل. هاي الان هي اكسبونسيال اي زيرو. يعطيكم الصحه الاولاد. الفورمول دو موافر تسنيم كاين يسلك يعطيك بالبويسونس، اما الاكثر ما نستحقوهاش برشا يعني فهمتني، يعطيك بالبويسونس يعني بويسونس عدد كبير، مثلا يعطيك اكسبونونسييل يعطيك كوس تيتا بلس اي سين تيتا بويسونس 4 مثلا، تولي بويسونس 4 تهبطها بحذا لونجل فهمتني. باهي دونك ان والاخرى اكسبونونسييل اي تيتا. اي رجعنا شي تاول الفورمه نتاع اكسبونونسييل اي تيتا بلس اكسبونونسييل اي تيتا بريم، رجعنا لها ولا ما رجعنالهاش؟ باش ناخذ الصفر هي التيتا والتيتا هي التيتا بخيم، حاولوا ما حاولوا كيفاش ما تريحوش فيها معناتها كيما نقولوا. ها ركزوا معايا شنو يتولي هذا او باش نخدمها هوني، تولي اكسبونونسيال قلنا زوز نقسمها او باش نخدمها بالسياسه بالسياسه، زوز نقسمها على 2 هاي صفر على 2 بلس تيتا سور 2 فوا اكسبونونسيال قلنا اي 0 سور 2 تبقى والاخرى تولي موان تيتا سور 2 عندي بلوس دونك تقعد بلوس اكسبونسيل موان زي اللي كتبناه هذيك 0 سور 2 موان تيتا سور 2 اوكي. يلا خلينا نمشي نصلحها شويه دونك تعطيني هابش نخليها نفسها ومن بعد في الاخر نحسب 0 سور 2 بلوس تيتا سور 2 اي ذي تولي اونتر بارونتيز مش قلنا هي فيدا دو فوا كوسينوس لونجل دونك 0 سور 2 موان تيتا سور 2 هاي نمشي نحسب تاش تقعد لي دو فوا 0 sur 2 moins θ sur 2 moins au but de moins θ sur 2 voilà 0 sur 2 moins θ sur 2 on a ce moins θ sur 2 l'autre exponentielle i θ sur 2 هكا واضح. باهي انا كل cos θ sur 2 هذيك moins cos θ sur cos moins θ sur 2 ما عجبتنيش دونك شنو نعمل 2 fois cosinus
تيتا سور دو لو موان نحاه. علاش لو موان نحاه؟ الولاد خاطر عندي قاعدة تقول لي كوسينوس موان زيكس هي نفسها كوسينوس اكس، لازم يكون عارف. ها كيفاش باهي، نرجع لكم للسيركل شو كيفاش. هذه راه نتاع تروازيام اني الفاز هذه، هاو باش نرجع لحظة بركة. السيركل تريجونومتريك، خذ انت التيتا، هاو نرجع للثانية، هاي المون تيتا هذي وهذي تيتا، ترى الكوسينوس تاع المون تيتا، هاي هاي البوان هذي، ترى الكوس نتاع تيتا مش نفس البوان، يعني الكوس تيتا هي بيدها كوس مون تيتا، واضح الأولاد؟ راكي تفهم سيركت تريجونومتريك، فهم برشا فورمولات ما عادش تحفظهم يعني، ساي بالفهم تلقاهم يعني. باهي خنفس هذايا ونكمل. دونك شنو خرجت لي دو فوا كوست تيتا سور دو اكسبونس اي تيتا سور دو، شنو قعدت لي خدمه الاولاد جوست باش نشوف هالكوست تيتا سور دو هذي اسكو هي بوزيتيف ولا الاكسبونسي تيتا سور دو ظهرت دو ما هي بوزيتيف مريقله، دونك كوست تيتا سور دو شوفها بوزيتيف ولا. يلا شوف باش نعمل توا، باش نمشي نقسمها توا نحنا في السيركل تريجونومتريك نشوفو. نرجع ترى نرجع بكم للسيركل، بعيد السيركل طلعت الكوس وقتاش بوزيتيف يا جماعه، فانا شنو هما لي زونغل يعني نحن من زيرو دو بي، ركزوا معايا من زيرو هذاك الشيء دو بي، نحن باش نعملوا دوره هكايا هذيك الخدمه نتاعنا نحن. باهي وقتاش الكوس بوزيتيف تبدا؟ باهي شو كيفاش، ركزوا معايا بانترفال صحيتك. باهي اغزل احنا الانترفال نتاعنا من زيرو دو بي هكايا التيتا نتاعنا، وهو عطانا التيتا سيغ دو، يعني انا باش نخدم كان على شطر ساكن، مفهوم الاولاد؟ هو عطاني شنو لونغ كوس ني عندي تيتا سيغ دو، يعني انا ما عادش باش نخدم على سيركل كامل، باش نخدم على شطر سيركل. فك شطر سيركل فوقانيا وقتاش الكوس بوزيتيف هاي من زيرو حتكش البي سيغ دو، ووقتاش وقتاش نيجاتيف من البي سيغ دو حتكش للبي. واضح الاولاد؟ عاشوش كيفاش باش نخدم هاي، اخدمها بالعكس. انت شوش تقول؟ تقول اللي تيتا سيغ دو وقتاش بوزيتيف، الكوس تيتا سيغ دو بلوتو هاكي هذا بريون تاعك، وقتاش بوزيتيف؟ وقت اللي تيتا سور دو ابارتيان لانترفال من زيرو حتى كشي بي سور دو. باهي وقتاش كوست تيتا سور دو نيجاتيف؟ وقت اللي تيتا سور دو ابارتيان من بي سور دو حتى كشي للبي، على شطر السيركل خاطر تيتا سور دو. واضح كي باهي، كي نحب انا نردها دونك تيتا سور دو هكا، كي نحب نردها تيتا ان اضرب اثنين تولي هذايا زيرو تولي هذايا بي، وهذايا كي تحب تردها تيتا اش ترد تولي ابارتيان شناهي هذايا بي وهذايا دو بي، وذاك هو بالطبيعة الدو بي محلولة اوفير وزيرو اوفير خاطر هذاك الانترفال اللي خذيناه. هاكي باش نخدمو معناتها شنو هما لي دو كا باش ناخذهم، باش ناخذ الكا هذا وباش ناخذ الكا هذا، يعني اخدم في البريون بالعكس. داكور دو الاولاد، نعرف شنو نوريكم كيفاش تكمل. باهي ما عادش بكري، خلينا نزربو شوية. يلا دونك بوان لولا سي تيتا ابارتونون، قلنا شنو هي البارتي لولا اللي هي زيرو بي، من زيرو حتكشيها للبي. شنو عندنا؟ عندنا اللي تيتا سور دو ابارتيان لزيرو بي سور دو. وكيفاش تبدا الكوسينوس لهنا؟ تبدا بوزيتيف هكا ولا قلنا؟ يعني يعني الدو كوس هذايا في الانترفال زيرو بي امورها مريقله بوزيتيف، دونك خليها كيف ما هي. دونك زيت ان شي تكتب، تكتب دو كوسينوس تيتا سور دو اكسبونونسيال اي تيتا سور دو، ما نمس فيها حتى شيء، خليها كيف ما هي خاطر في الانترفال هذا هي بوزيتيف. دونك راني خلطت صاي الفورم اكسبونونسيال هذه بوزيتيف و اكسبونونسيال اونغل صاي خلط. لكن على الكا الثاني سي تيتا ابارتيان للبي، من البي حدك شي دو بي، تيتا سور دو ابارتيان لشناي، من البي سور دو حدك شي للبي. دونك والكوس كيفاش قلنا نحنا لهنا؟ كوس تيتا سور دو الكوس في الانترفال هذا مو يبدا نيجاتيف ولا. دونك شو شنو نعمل؟ زد ان نمشي نكتبها، نعاود نكتبها دو كوسينوس تيتا سور دو فوا اكسبونونسيال اي بي اي تيتا سور دو، هي هكا في الاصل ولا؟ اما الكوسينوس شنو هي؟ ما خديناش البي زاد، علاش؟ على خاطر في البي تولي صفر، وحنا الاير لازمها تكون ماهيش صفر الاولاد. باهي الكوس كي تاخذ خذ البي شنو تعطينا؟ بي سور دو هكا ولا؟
كي ناخذوا البي ما تولي بي سور 2 وكوس بي سور 2 صفر. وقت اللي نحن الار لازم ما ناخذوهاش صفر الاولاد، ذاك علاش البي لازم نحلوه. داكوردو اي صحيتك احلام. اي باهي هيبه، هيبه سالتني في البريفي قالت لي علاش لازم تكون بوزيتيف. قلنا خاطر فورم اكسبونونسييل لازم تكتب ار فوا اكسبونونسييل اي تيتا افيك ار لازم يكون ستريكتومون بوزيتيف، معناتها كونديسيون هذا. كان ار نتاعنا مش بوزيتيف ما تسميش فورم اكسبونونسييل، مفهومه؟ لازمني ديما نفيريفيه، وهذيك هي اصعب خدمه فيها الحكايه. يلا تو انا خلينا نرجع، الكوس نتاعي نيجاتيف، تو اسكو نورمال نخليه نيجاتيف ما تسميش فورم اكسبونونسييل؟ شنو نعمل؟ نزيدها موا. كي نزيدها موا انا هكا مش ولات لي بوزيتيف تو البارتي هذه، مو هذه نيجاتيف وضربتها في عدد نيجاتيف تولي لي بوزيتيف. باه تقول لي انت يا اخي نورمال تو تزيد موا من جيبك هكاك؟ من صحيح مش نورمال، لازمني نرقع. كيفاش نرقع الموا هذيك؟ كيفاش نرقعها؟ مو بموا اخرى ولا اما الموا الاخرى باش نشرد اكسبونسيل اي بي. ركزوا معايا، انا كاني زدت زوز موانات، ركزوا معايا كاني زدت زوز موانات الاولاد، الموا الاولى خليتها والموا الثانيه مو هي كانها موانزان ولا هذه الموا كان موانزان، موانزان اللي قلنا هي بيد اكسبونسيل اي بي، مفهوم الاولاد؟ ب فوا شنيا فوا اكسبونونسيل هذا اي تيتا سور دو. اش قاعد لي جوست باش نجمع هذه مع هذه وكا هاو توفى الخدمه نتاعنا. هذه نحاها نمشي نكتبها لهنا، دونك زد ان ايت ايغال موان دو كوس تيتا سور دو فوا اكسبونونسيل اي خارج ان فاكتور بتبع الاي تيتا بلس تيتا سور دو بلس بي. واضح لولادة؟ شكون عنده كيستيون؟ سافا الأمور لولادة؟ فاهمين؟ باش نعطيكم خدمة للدار، قلنا عملوا لي دوزيام اكزامبل. اي اش نعطيكم دوزيام نتوما خدموا وحدكم. باه ناخذوا زد 2 ايت ايغال مو اي مو اكسبونونسييل اي تيتا افيك تيتا خذوا ابارتونون مو بي سور 2 بي سور 2. داكوردو هذا يخدموا هاني في الدار وحدكم.